المسلمين أجمعين يا رب بخير يا رب. وانت بخير يا مظلوم، تفضل. الله يخليك. طبعا في استفسارين، استفسار الأول شنو عندك أنت منزلة النبي؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. منزلة النبي صلى الله عليه وسلم من أي اتجاه؟ أحسنت، حلوة دي حلوة دي. يعني النبي محمد لما صعد أسرى الله سبحانه وتعالى إلى السماء السابعة، هل جبرائيل راح معه السماء السابعة ولا وقف؟ ماشي، وقف، هنقول وقف. اتفضل، ايه يعني عايز توصل لا لايه؟ لا لا، انت عاوز تاخذني على قد عقلي تقول خلنا نقول وقف. ايوه هل بقى هو وقف ولا صعد عشان اعرف رايك؟ يا عم، وقف، ما فيش مشكلة. يلا ايه تاني؟ يلا اعمل ايه، انت قلت اقول وقف انا امشي معاك. زين وقف عن ايه تاني؟ قول اتفضل. زين، هني النبي لما صعد سابع السماء، يعني منزلته عند الله سبحانه وتعالى، معصوم ولا مو معصوم؟ يعني ايش دخل العصمة في الصعود اساسا؟ العصمة دي بتبقى على الارض مش في السماء حبيبي. الحين اوكي زين، الله سبحانه وتعالى هل يبعث شخص يكون خليفة في الأرض ويكون خليفة الله، وإن الله سبحانه وتعالى يبعث شخص يكون أهل لذلك؟ يعني الله الحين أنا أقول حق واحد من عيالي، أختار واحد من العيال إنه ما يخطى مع الناس ويقعد في الديوانية ويتكلم زي الناس ويحترم نفسه ويعرف شلون يدير. بص دقيقة، تفضل المنظور، تفضل. انا فهمت انت عايز توصل لي بالمنظور، تمام. خليني امشي معاك، بس عايز تفسير عقلاني للآية اللي انا هقولها. خليني امشي معاك، انا عايز النبي معصوم، تفضل. انا وانت عايزين النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عصمة كاملة، يعني حتى ما ينفعش يفعل خلاف الأولى، بل يفعل الأولى دايما، صح؟ نعم. اتفضل فسر لي قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، آية 128 من كم سورة الآية؟ شو ليس لك من الأمر شيء. آية؟ اتفضل. الآية كم؟ آية 128 في سورة آل عمران. آل عمران. خليك دقيقة. بس لو سمحت عايزك تجيب هلا، تفسير، تفضل. عايزك تجيب تفسير الطوسي والطبرسي والطبطبائي لهذه الآية، تمام، والجنابزي والفيض الكاشاني. اتفضل. ليش اخترت الثلاثة دول؟ لا ده انا اخترت خمسة كده مش ثلاثة والله. ليش اخترت الخمسة دي؟ ليش ما اخترت العياشي، البرهان، الفرات؟ ليه؟ بقات العياش وهات البرهان، ما فيش مشكلات اللي تقدر. لو عندك تفسير الحسن العسكري او المنسوب للحسن العسكري هات. اتفضل. ليس لك من الامن شيء. اتفضل يلا. خليك على الخط، دقيقة لا تنزلني، خليك. يا رب اهدي مظلوم، يا رب او اهدينا احنا واياه الى الحق. ينفع اعمل كوبايه شاي عقبال لما يجي مظلوم؟ ينفع؟ خليكم معايا يا اخوان. عايشين عيشة العزاب.
حق مظلوم. نعم نعم تفضل حق مظلوم. آية كم؟ آل عمران آية كم؟ آية 128 تقريبا. والله أنت راجل كويس، ربنا يحبك. أنت تفسيرك بالآية إيه؟ لا أنا ماليش دعوة بتفسيري، مالكش دعوة بتفسيري، اتفضل فسرها لي من عندك. زين خلاص، اتفضل فسرها لي. بس لا تقول لي والله جيب لي من كتابنا تفضل اسمع، اسمع اتفضل التفسير، حضرتك. اتفضل. اسمع التفسير. اتفضل اتفضل. يقول الشيخ المفيد في الاختصاص عن محمد بن خالد الطيالسي ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن المنخل بن جميل عن جابر بن زياد قال تلوت على أبي جعفر عليه السلام هذه الآية من قول الله ليس لك من أمر شيء، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص أن يكون علي عليه السلام ولي الأمر من بعده، وذلك الذي عني الله ليس لك من أمر شيئا. وكيف لا يكون له من أمر شيء؟ شوف يقول شو يقول، وكيف لا يكون له من الأمر شيء وقد فرض الله إليه، فقال ما أحل النبي فهو حلال وما حرم فهو حرام. شلون ما يسلك لك أمر شيء يا قلبي أنت يا وليد؟ يلا تفضل. أهلا وسهلا. لا على تفضل، التفسير المضحك اللي أنت قلته. لا مضحك ايه، شلون قرآن شلون تضحك؟ اسمعني اسمعني بس. أولاً التفسير اللي أنت جبته مضحك، أقول لك ليه. تفضل تفضل. أن الآية تقول ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. حضرتك إزاي ما أنت فصلت الجزء الأول عن الجزء الثاني؟ والله يعني العظيم اسمعني يا وليد، اسمعني يا وليد، اسمعني انت يا باشا، راجل، اسمعني انت راجل يا شيخ، باشا، اسمعني انت لو راجل سمحت، شيخ، انت راجل يا شيخ، لو سمحت، لا لو اسمع سمحت، اسمعني، انت راجل شيخ طيب ومحترم، انت تليت الآية دي فقط وقلت لي عاوز كده، يا اسمعني باشا هي كده. الآية كلها واحدة، لا الآية انت ما 128 واحدة ليش ما قلت يا اخي، ليش ما قلتها واحدة؟ انت ليش ما يا قلتها عم، واحدة؟ واحدة وأنت مش فتحتها عندك. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب بس عليهم أو وقف يعذبهم. الحين، شوف 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 شوف، يا أخي الله يبارك في عمرك، يا أخي الله يبارك في عمرك، في شباب بيسمع والله وفي العظيم، والله والله العظيم انت شيخ والله دين العظيم. ما يصير تقول اسمعني بس، الكلام هذا، اسمعني والله بس، اسمعني يا وأوضح لك موقف. وليد، يا اسمعني وليد بس، انت عارف شنو قلت، بس انت قاعد عشان مستحي من الناس، يعني اسمعني بس، مستحي من اسمعني العالم، بس، يعني اسمعني يا دكتور، انت تليت يا الآية شيخ، دي بس اسمعني يا فقط. دكتور، في تفضل شباب، يا أستاذ مصدوم، تفضل يا تفضل أستاذ، تفضل تفضل، لما أنا أقول لك اتفضل اقرأ الآية ديت أو جيب لي تفسير الآية دي، مش معناها الكلمتين اللي أنا قلتهم، أنا حطيت لك رأس الآية. حطيت لك رأس الآية. دي نقطة الأولى. النقطة الثانية، أنت بتقول إنها في ولاية علي بن أبي طالب، الآية تقول ليس لك من الأمر شيء. يعني إزاي في علي بن أبي طالب وولاية علي بن أبي طالب والله يقول ليس لك من الأمر شيء؟ يبقى إذا في اعتراض هنا أو في شيء عمله النبي هنا حتى أو في ولاية علي، إيه هو اللي عمله النبي؟ إيه هو؟ مو ليس هناك هو شنو لك، يقصد الآية ليس القرآن شنو يقصد؟ لك يا محمد من الأمر شيء. شلون يقول يبقى هو ليس لك من أمر اسمعني شيء؟ بس، اسمعني يقول بس، ما أحل اسمعني بس. النبي فهو حلال وما حرم فهو حلال، شلون ما ليس يا لك عم هي أمر؟ مين دخل الحرام والحلال في القصة يا أساسا؟ حبيبي لا يا أنت عم فهم الكلام، اسمعني بس، اسمعني بس، اسمعني واحدة يا واحدة. وليد أنت عارف ايش يا قاعد عم أقول أنا، والله عارف، بس مستحي من 3000 يعني؟ والله عيب، أنا اللي عيب عليا أنا؟ أنا عيب والله عليك عيب، أنا؟ أنا اللي عيب عليا أنا؟ عيب والله عليك؟ عيب آية عليك؟ قرآن، إيه أنت قاعد تقول، قاعد تلف وتدور ليش؟ أنا اللي بلف ودور؟ نعم طب ممكن تقرأها لي تاني كده؟ اتفضل اقرأ لي التفسير تاني اتفضل.
لا حول ولا مرة قوة واثنين إلا بالله. وثلاثة. تفضل. أنت اللي أنت اسمعني اسمعني، أنت شنو لا قلت؟ والله والله ما سيبك لما تقرأ. أنت اتفضل عاوز وانت أنت كده. كنت عاوز تهني في لا البث، والله بس العظيم الله ما قلبها تهنيش. عليك، والله اتفضل العظيم. اقرأ. اتفضل اقرأ التفسير لا الخنفشاري بتاعك اللي انت قلته ده، خلي الناس تعقيله تاني. اقرأه مرة واثنين وثلاثة عشان الناس تشغله في دماغها. اتفضل. أنا ما راح أقرأ، تدري ليش؟ طيب ماشي، قول شكرا ليش لك. انت مظلوم. اولا بص نحشت يعني، نحشت مني؟ تفسير الآية. خليك لا 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 راجل، لا نحشت مني اسمعني بس، يا اسمعني بس، وليد، اسمعني بس، والله عيب. اسمعني اسمعني، انا هقرأ لك التفسير. اسمعني 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 يا جماعة الخير، نشوف أي تفسير الذي يدخل العقل. مالك حق تقول شوف أي تفسير؟ أنت قلت لي جيب لو من سمحت عندك، لو سمحت مالك حق. لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت، اتفضل اتفضل اتفضل. نشوف أي تفسير الذي يدخل العقل الإنسان البشري ومطابق للآية. الآية تقول ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الآية كده تمام؟ طيب هي الآية دي نزلت ليه؟ الآية دي نزلت ليه؟ الآية دي نزلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في وين تفسير تفسيرك؟ وين تفسيرك؟ لا حول ولا طلع لي قوة إلا تفسيرك. لا حول ولا قوة إلا طلع بالله. لي تفسيرك حبيبي، أنت مش بكيفك يا أنت. أستاذ مظلوم، يا أستاذ مظلوم، أستاذ مظلوم، طلع أنت تفسيرك، أنا يا طلعت أستاذ تفسير. مظلوم، أستاذ مظلوم، أنت مرة جربتني في تفسير الطبطبائي وطلع كلامي وهربت، أنا؟ لا والله. ومرة طلبتني في تفسير الطبطبائي الطوسي وطلع كلامي وهربت. لا والله. راجع ورا اسمعني بس، والله لا. عندك تفسير عندك تفسير الطوسي والطبرسي عندك؟ إذا ممكن مداخلة بس بسيطة، بس لا مداخلة. مداخلة بسيطة، مش لا لا مداخلة بسيطة. اسمعني اسمعني، أنا أحترم، اسمعني أنا أحترم البث بتاعك، اسمعني اسمعني، أنا أحترم البث بتاعك والله اهدى وأدخل بس معاك. دقيقة اهدى بس الحين، اهدى دقيقة بس والله يا وليد، اهدى بس وأقسم بالله اهدى إني بس قاعد أكلمك، اسمع، قاعد أكلمك كأخ وأحترم وأدش البث أقول وليد والله راجل كويس، لكن اهدى يا بس من يصير أحق من حقي تقول لي لا أنت لا أعمل كده وأعمل كده؟ والله ما يصير يا وليد. اهدى بس اسمع كلامي للاخر، اسمع كلامي للاخر، اسمع كلامي، اهدى اسمع كلامي للاخر. تفضل. يا جماعة الخير، التفسير اللي انا هقرأه ده تفسير شيعي وليس تفسير سني. وهذا تفسير شنو؟ صهاينة اسمعني يعني؟ بس هذا تفسير منو هذا؟ اسمعني بس اسمعني، انا هقرأ لكم التفسير، انا هقرأ لكم التفسير الشيعي. يلا تفضل هو يقرأ اللي هو قرأه تاني. تفضل. يلا ونشوف اي وين هذا تفسير تفسير الشيعة؟ يتطابق وين؟ مع عطني اياه. يا عم. اسمعني بس اسمعني اسمعني يا عم، اتفضل حضرتك انت دلوقتي، اتفضل افتح تفسير الطبرسي او الطوسي، اتفضل. ممكن والله انا اكلمك جد، اقسم بالله العظيم، اثنين انا اكون عشان باكر، اذا عاوز تفتح معي بث اطلب الاثنين منهم، الكليني واطلب السيد البحراني هو تفسير برهان، غير يا عم دول انا اسمعني ونعم بس ونعم اسمعني بالكتب كلها. اسمعني اسمعني يا عم، يا عم اسمعني 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 يا جماعة الخير، في حاجة اسمها تفسير خنفشاري عشان لإرضاء الشيعة، وفي تفسير يتطابق مع العقل والمنطق انت الحين عقل هذا، ومع الآية. دقيقة، أنا هذا عقل اسمعني وليد؟ بس وليد لا وليد حول ده ولا قوة عقل؟ لما تقول ليس لك من امر شيئا، ده عقل؟ نبي ما عنده شيء؟ شكرا شكرا ليك، هبقى أصعدك تاني، خليك موجود بس أصعدك تاني عشان تقعد ساكت. التفسير يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أدمي في غزوة أحد، ده تفسير الطوسي والطبراسي والطبطبائي وتفاسير معظم تفسير الشيعة مش تفسير خنفشاري اللي قاله، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أدمي في غزوة أحد قال كيف يتوب الله على قوم أدموا نبيهم. يعني بالمعنى إيه؟ بالمعنى أن الله لن يتوب على قوم أدموا نبيهم، فنزل التصويب من الله، فالله عز وجل قال له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني يا محمد مسألة دخول الجنة ومسألة دخول النار عشان أدموك دي مش بتاعتك، دي مش بتاعتك. طب التفسير ده تفسير شيعي؟ آه، ابحث وراي، أنا مش هشغل دماغي، ابحث وراي، ولو ما لقيتش التفسير ده عندكم تعال قول لي يا وليد يا إسماعيل أنا فتحت الكتب اللي انت قلتها وما لقيتش التفسير ده انت راجل كذاب، عشان ما نضيعش الوقت. اما تفسيره بقى الخنفشاري اللي هو عن المفيد الكذاب اساسا، اللي هو واضع اساسا الديانه الشيعيه سواء العصمه او غير العصمه، تمام؟ بيقول ايه؟ بيقول ان الله عز وجل عرض ولايه علي بن ابي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم.
عرض ولاية علي بن أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم. طب والنبي يعترض ليه؟ والله عز وجل يقول له ليس لك من الأمر شيء. الآية أساسا نازلة في غزوة أحد، نازلة في غزوة أحد، وليس لها علاقة، حتى سياق الآيات ليس له علاقة لا بعلي بن أبي طالب ولا بغير علي بن أبي طالب، ليه علاقة بالكفار بالحرب والكلام ده كله. فالمفيد قال لك ليس لك من الأمر شيء، يعني عرضت على النبي ولاد علي، فهل النبي اعترض؟ فالله عز وجل قال له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. طب ما دخل أو يتوب عليهم أو يعذبهم؟ فكده عندنا التفسيرين، التفسير الخنفشاري اللي هو قاله عن المفيد، والتفسير الثاني اللي هو يتطابق مع معظم مفسر الشيعة الذين فسروا هذه الآية. بس المسألة بسيطة جدا جدا. انت عندك حرية تفتح الموقع، افضل مني افتح تفسير الطوسي وقرأ. اتفضل يا مظلوم. مظلوم ساب الجيست ومشي اساسا، هو كان موجود دلوقتي لما انا ابتديت اقرأ من الطوسي، كان موجود دلوقتي مش موجود في الجيست خالص اساسا. طيب خير ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخنا؟ الحمد لله، تفضل. عندي سؤال بسيط يعني. تفضل. شنو رأيك نعوف الخلاف المذهبي من ناحية الصحابة والخلافة والولاية وإلى آخره، ونجي نتناقش بالقرآن؟ تمام؟ حلو، تفضل. وأنا ما جاي أناقش، أنا جاي أسأل يعني، المقصود تفضل. شنو الخلل بمذهبي يعني إذا لم أكن أشتم الصحابة وأطعن في السيدة عائشة غير هذا الأمر يعني، كمذهب شنو الخلل به؟ شنو الإشكال به؟ المشكلة إن بس إذا تسمح لي أريد الجواب من القرآن فقط، وهاي أمر. الأمر الثاني أن أجيب لي آيات يفهمها عقلي البسيط، لأن أنا لست بعالم لغة لكي أفهم الكلام، وأريد يعني شلون الآيات تعطيني إياها، مو تفسير من المذهب السني أو المذهب الشيعي، أريد آيات يفهمها الشخص العادي إذا كانت جاوبنا. أولا إحنا اعتمدنا على القرآن الكريم فقط، يبقى ما في حاجة اسمها ولاية لعلي بن أبي طالب. هقول لك ليه. الله عز وجل عندما أنزل في كتاب العزيز أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، هو خاتم النبي، يعني معناه إيه؟ أنه لن يأتي نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. جميل، هو خاتم النبي، خلاص المسألة انتهت. نعم. طب ليه؟ طب ليه قال خاتم النبيين ولم يقل خاتم الرسل؟ لأن النهي عن الأدنى يستلزم النهي عن الأدنى، يعني لا، إذا لم يأتي نبي فلن يأتي رسول. تمام؟ طالما قال إن خاتم النبيين يعني معناه مش هيجي نبي لا أفضل من النبي ولا أقل من النبي، يعني معناه برضه مش هيجي رسول. طيب شلون والشيعة يقولون أن علي أفضل من الأنبياء والمرسلين؟ وجي بعد النبي ومنصب. طب شلون مش هيجي نبي اساسا؟ والنبي ليس لم ينزل برساله، ولكن ياتي باشياء اخلاقيه، يعني اشياء كده، حاجات عاديه، لا اعمل ده ما تعملش ده، الكلام ايه، الحاجات العاديه يعني. خلاص دي النقطه الاولى. يبقى اذا لو احنا اعتمدنا على القران بس، يبقى ما فيش ولايه لعلي بن ابي طالب. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، انتم ايضا في نفس الباب قلتم أن علي أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين إلا النبي صلى الله عليه وسلم. طب إيه نعم. أفضل من الأنبياء والمرسلين، ولم يأتي ذكر علي بن أبي طالب كآية صريحة باسمه في القرآن الكريم.
يبقى إذن كذب من ادعى أن علي بن أبي طالب أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين. فكيف يعني؟ أديك مثال، أنت دلوقتي حضرتك مدير كلية وعندك ناس اتخرجت منهم دكاترة ومنهم أصحاب ماجستير، وجيت نعم تعمل شرف، جيت تعمل لوحة شرف، فأكيد طبعا هتجيب الناجحين من مين؟ اللي هم حصل على الدكتوراه وحصل على الماجستير. نعم أكيد لو انت حطيت في لوحة الشرف بس الذين حصلوا على الماجستير، إذن أين الذين حصلوا على الدكتوراه؟ وليس من العقل ومن المنطق أن أعمل لوحة شرف ولا أضع فيها الحاصل على الدكتوراه، لأن الحاصل على الدكتوراه أعلى من الحاصل على الماجستير، فأنا أحط الحاصل على الماجستير في لوحة الشرف وما أحط الحاصل على الدكتوراه، يبقى ده مش، ما ينفعش، لا يليق بالله عز وجل أن يأتي بالمفضول ويدع الفاضل. المفضول هم عندكم الرسل، والفاضل هو علي بن أبي طالب، فيأتي بأسماء الرسل اللي هم علي أفضل منهم، يأتي بهم في القرآن الكريم ويضع قصصهم، وقصصهم كمان فيها صور، ولا يأتي بعلي بن أبي طالب. فإذا اعتمدنا على القرآن الكريم أطاح بقضية الإمامة. تمام. النقطة الثانية، هناك قضايا أخرى زي قضايا كسر الضلع مش موجودة في القرآن الكريم لا وموجودة. إذا تسمح لي شيخنا الكريم أقاطعك. أنا رجل يعني من الله خلقني سبحانه وتعالى أنه أميل للعقل أكثر شيء، اللي صدق عقلي أمشي به، اللي ما صدق عقلي ما أمشي به. تمام. جيت أنا سألت مسألة يعني كسر ضلع الزهراء، أنا ما اعتقدت فيها، ما صدقت فيها لسبب معين. وأنا سألت بها يعني بعض المشايخ مالتنا هم عمامينا، يعني قلت له الإمام علي سلام الله عليه يعني ليش سكت بهذا الأمر؟ يعني موجود ليش سكت من هذا الأمر؟ فهي يحتمل أمرين، يعني الأول يعني هل الإمام علي جبان؟ يعني زين هو يعني أنا يعني هو يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة، نستبعد هذا الأمر. زين الأمر الثاني إذا كان يعني يدرب يعني شو نقول لمصلحة عامة، تمام؟ ليش احنا معترضين على هذا الشيء؟ يعني كان دائما احس انه اكو لف ودوران، يعني ما يعطيني جواب مباشرة، فلهذا ما اعتقد بهذا الامر. انما انا حاجيك على اساسيات المذهب، يعني انا لا تدخل لي في انا هاي الموضوع كلها عابرها، اللي قاعد تحكي بيه انت اللي مسألة كسر ضلع الزهراء وحرب الجمل، كل هاي مفتهمة وقاريها تاريخيا، انا احكي لك تاريخيا، يعني مولع في التاريخ ولسبب يعني كل الأحداث هاي اللي افتهمتها من التاريخ. فأنا دا أسألك شو نقول الأساسيات مال المذهب، شنو الخطأ اللي بيها؟ يعني ستة مثلا وضحت لي مسألة الولاية، زين غير الولاية إذا قلنا إحنا مثلا خاتم الأنبياء النبي محمد، زين شنو بعد الإشكال بمذهبي بعد؟ وين الخلل بيه؟ هو لو احنا يعني احنا اعتمدنا على القرآن، يبقى مفيش نبي بعد النبي ولا رسول بعد الرسول، يبقى ما ينفعش يبقى فيه افضل من النبي وافضل من الرسول بعد الرسول. دخلت عقلك دي؟ وضحت؟ وصلت ايه تمام. ما ينفعش. يا اما نقول ان علي بن ابي طالب شخص عادي، شخص عادي لا مفيش دقيقة مشكلة، شلون؟ يعني علي بن ابي طالب شخص عادي، يعني اقل مرتبة من مرتبة الانبياء والمرسلين، مش شخص عادي يعني ملوش فضيلة، عشان هو ما تفهمنيش غلط. أخي الكريم هو أقل من النبي محمد، ما معترضين عليه، لكن هو ليس أقل من الأنبياء. لا ما لا ما أصلا أقل، ليس أقل من الأنبياء. أعيد عليك السؤال تاني، لماذا لم نعم يذكر بين الأنبياء؟ يعني ده احنا عندنا سورة اسمها سورة الأنبياء، ومع نعم ذلك ابن أبي طالب لم يذكر فيها. هي مو نبي هذا، القضية في ايه حاطين الحوار؟ في سورة الأنبياء. القضية في ايه؟ نعم القضية مش في انه ذكر ام لم يذكر، نعم القضية في انكم رفعتم مكانة علي فوق الانبياء والمرسلين، فما ينفعش ما يذكرش. صحيح هي وضحت؟ لان في انبياء ياما ولم يذكروا في القرآن الكريم، ولم يأتي ذكر اسمائهم في القرآن الكريم، ولكن الانبياء اليوم دول ما فيش حد طلع
قال لك مثلا في نبي اسمه مثلا حسن، وافضل من جميع الانبياء والمرسلين، ولكنه لم يذكر في القران. ما فيش حد قال كده، لكن انتوا قلتوا في واحد اسمه علي افضل من جميع الانبياء والمرسلين، ومع ذلك لم طيب يذكر بين الانبياء والمرسلين. وضحت؟ طيب وضحت هاي المسألة الأولى، تمام. شنو بعض الإشكالات في المذهب يعني؟ هسه هاي الأولى، لو حسن قلنا هسه أني، لو قلت هسه أني الإمام علي يعني نقول شخص عادي، حكي عادل، شنو الإشكالات بعد المذهب يعني؟ وأنا طبعا قلت لك إذا لم أكن أسب ولم أكن أشتم، أنا أرجع برهي يعني. أنا هسه أنا اعتقادي التام إنه الله سبحانه وتعالى ما راح يسألني عليه الأحداث اللي جرت هاي، أني ما والد بذاك الزمن فما راح يسألني. لكن شنو، الإشكالية، نعم الإشكالية عندنا والله ليست في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ولا في فاطمة رضي الله عنه وأرضاه، ولا في أبناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الإشكالية عندنا في الغلو فيهم. الغلو فيهم جعلهم آلهة من دون الله. يعني أديك لا، مثال، ليش لسه عليها؟ أديك مثال أديك مثال لسه لسه ضربه لصديقك من شوية. المثال بسيط جدا جدا جدا. الآن معمم عنده قناة على اليوتيوب فيها 500 ألف، فيها يا أخي اسمعني اتركني من عنده، أنا ما اسمعني أعتقد للآخر بهذا الرجل. اسمعني للآخر. لا هاي أنا اسمعني للآخر عشان أوضح لك نعم فكرتي، عشان أوضح لك إن أنتوا جعلتم علي بن أبي طالب كمان أشرف من القرآن. هذا المعمم خرج بقاله شهر دلوقتي يقول أن القرآن محرف. القرآن محرف، تمام. اي سامحة، هاي سامحاني. ما زال ال 500 ألف متمسكين بيه وبيقولوا له يا شيخ لو أن هذا المعمم قال كلمة قدح في علي بن أبي طالب، هل ال 500 ألف هيفضلوا معاه؟ لا يبقى شلون؟ يبقى شفت بقى العقيدة الغلو تسربت للشيعة دون أن يعلموا، فجعلوا علي أفضل من القرآن، بدليل أنه طعن في القرآن ولم يحرك ساكنا، طعنوا في الثقل الأكبر ولم يحرك ساكنا، طعن في الثقل الأكبر ولم يحرك ساكنا، ولو طعن في الثقل الأصغر لهجروه ولا قذفوه ولا رموه. زين، انا يعني ما عندي غلو، يعني مثلا ما يعني اليوم من ما اعبد الامام علي ولا اعبد ال البيت، اني اتقرب بهم الى الله سبحانه وتعالى، فشنو الاشكال؟ اني تتكلم في يعني المعبود، اذا تسمح لي، المعبود هو الله سبحانه وتعالى، لكنهم هم وسطاء لنا عند الله، شفعاء لنا عند الله يوم القيامه، فشنو الاشكال؟ انا ما اعبد الامام علي، انما انا اتقرب به خدتش بالك لله. منه، انت ما خدتش بالك منه. انا مش بكلمك انت على احمد حسين، لا انا نعم بكلمك ان بص حال الشيعة وصلوهم لفين، لا هو واضح، المعبدين سأفهمك عندهم أستاذي عزيز. وصلوهم أني لفين. انا بتكلم مش في فرد ولا اتنين، انا لا لا بتكلم في أفهمك 500 ألف. وصلت علي. مو أقول لك إحنا عوام الشيعة، إحنا هاي عقيدتنا يعني. أنا هسه كشيعي عادي، أنا إذا تجي يعني على قولتك إحنا ما نخلي المسألة قصدك شخصية واضحة، لكن إحنا عوام الشيعة بحكي لك هسه، إحنا عوام الشيعة هاي عقليتنا بآل البيت. إحنا هسه اي شيعي يساله بالشارع قل له هذا الحكي، قل له يابا انت ليش مثلا، ليش تزور، ليش تروح تزور الامام علي، الامام الحسن، الحسين الى اخره، راح يقول لك يابا انا اتقرب بهم الى الله سبحانه وتعالى، هم شفعاؤنا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامه، يشفعوننا عند الله سبحانه وتعالى، فلهذا انا ما اجي اعبدهم، انا ما جاي اصلي للامام، الامام علي، إنما أصلي لله، لكن هو وسيط عند الله سبحانه وتعالى، فشنو الإشكال بهذا الشيء؟ هقول لك انا، بص يا غالي، في حاجه ان انت تتخذ فلان شفيع، تمام، وهل هو بالفعل سيكون شفيع لك ولا لا؟ يعني مثلا ماذا تصنع الشفاعه مع الشرك؟ يعني انا دلوقتي ماذا تصنع الشفاعه مع الشرك؟ يعني انا دلوقتي جيت لقيت نخله قدامي او خروف قدامي او ضريح قدامي، قعدت اتمسح فيه، قعدت اطلب من ضريح او من لا صاحب. بس يعني كل أمثلة أرقى يعني. ما انا عايز اجاوبك للاخر. بص يا استاذ، نعم بس يعني خلي الحوار جميل يعني. اجاوبك بس اهدى عليا بالله عليك، لان أيوه السؤال ما ياخدش ثانيتين لكن الاجابه ممكن تبقى مطوله عشان الكل يفهم. نعم العلماء قال لك ايه؟
النية الصالحة لا يصلحها العمل الفاسد. النية أيوه. الصالحة لا يصلحها العمل الفاسد، والنية الفاسدة لا يصلحها العمل الصالح. يعني واحد الثانية أوكي، بس الثانية الأولى ليش؟ لازم تكون النية والعمل مطابقين للسنة، يعني مش أي حد يخترع أي حاجة ويقول لك أنا أتقرب بيها. لكن هو ما يقصد، يعني كمثال على سبيل المثال، هسه أنا إذا أجي أذيك بدون قصد، وشنو ذنبي يعني كم على سبيل المثال يعني؟ أنا أقول لك حاجة، أنت أولاً مطالب كمسلم إن أنت تتعرف على العقيدة بتاعتك، ومتعارف إيه. ومطالب إن أنت تتعرف على الأعمال الصالحة اللي أنت بتعملها. يعني مثلاً أديك مثال، أنت حضرتك دلوقتي جاي تعمل عمرة، صح؟ ايه أنت قبل ما تعمل عمرة بتفتح الكتب، بتسأل المشايخ، يا مشايخي أنا عايز أعمل عمرة، أعمل العمرة إزاي؟ هيقولوا لك والله تروح تلف وتروح تزور وتروح تعمل وتروح الصفا والمروة، هيقولوا لك القصة كلها، صح؟ زين يبقى أنت قبل ما تعمل العمل لازم تعرف أبعاده، لازم تعرف رجليك هتتحط فين. ايه مضبوط، يعني يعني ما اسوق الطريق واني ما اعرف وين رايح، اسال وين. المسائل التعبدية لابد ان انت تسأل فيها وتشوف الحلال فيها والحرام. واضح. يعني الله عز وجل مثلا عندما يقول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، تعال نطبق الآية دي على ما يحدث عند الشيعة، ده دعوا أحدا وأحدا 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 لحد 12 أحدا، لا ومعاهم يعني ناس الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يعني يقصد وصلاة لا تدعوا أحد، يعني مثل الأصنام يعني قصدهم، لكن لا البيت أحد، دي تشمل أي شيء مع الله، تشمل أي شيء. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، خلاص خلصت القصة. يبقى أنا ما أدعو مع الله أحدا أبدا، ما أقول يا علي، ما أقول يا حسين، لا أنا أقول يا الله يا الله، لأن علي والحسين الآن أموات، وإن كانوا في الجنة يتنعمون. هم مهمة الحسن والحسين وفاطمة دلوقتي، هم مش سعاب وسطى، مش بتوع بريد، مش بتوع نقل الدعاء. كيف؟ لا لا دقيقة، ليش؟ شلون لا انتم مو أقول لك عندكم، أنا يعني دلوقتي اخي الكريم انتم مو عندكم الله يبارك النبي فيك محمد يشفع لكم يوم القيامة؟ يا أخي، إحنا لعد بنتكلم اذا شايتك النبي محمد نفس الشيء، ليس بساعي بريد لكم، والنبي محمد خلاص ميت نتكلم على ولن الدعاء، يسأل عنكم. نتكلم على الدعاء دلوقتي، لما انا بقول يا حسين افعل لي او يا علي افعل لي، يا طيب عم ده وانتم تدعون ل... يعني انا شايف خطبكم انه انتم تدعون للرسول، تقولون يا شفيعنا يا رسول الله، يا يعني اخي اللهم اشفع لنا. عندنا يا اخي الله يبارك في عمرك. لما احنا بنقول ايه، احنا مثلا لما نيجي ندعو مثلا نشوف بعض يقول لك ايه، اللهم ارزقني بحق محمد مثلا، او اللهم ارزقني بحبك لمحمد، شنو الاشكال؟ دي شنو الاشكال؟ يعني بعض صارت انا احلفك بعزيز. الله يبارك في عمرك، دي بعض العلماء نعم. اجاز. لكن لما اقول يا رسول الله اشفيني، يا رسول الله، ما ينفع، ما ينفع، يا علي اشفيني، يا علي ارزقني، اسوق عليك فاطمة، فاطمة غضبان عليك دلوقتي، واذا اقسمت اقسمت بفاطمة، واذا اقسمت اقسمت بالعباس، ابو الفضل العباس، ما ينفع. طب لما انا اجي اقسم بالفضل ابو العباس، وادعو العباس، وادعو فاطمه، وادعو علي، وامتى ادعو ربنا؟ طب امتى ادعو النبي اساسا؟ طب هو النبي فين منكم؟ يعني لما كلها، يعني انتم تقولون دايما حتى من الذكاء، انتم تقولون ان النبي افضل من علي، وان علي نفس النبي. جميل. طب هل انا اترك الادنى، اترك الاعلى وادعو الادنى؟ طب ما انا ادعو بالنبي، صحيح. ادعو بالنبي. يعني مثلا اديك مثال، بس احنا انا هم ندعي بالنبي، هم ندعي بالنبي لا، ما بتدعوش بالنبي، حتى النبي ما بتدعوش بيه والله، والله، ندعي بالنبي والله والله يعني والله. نقول اللهم بحق الصلاة المحمدين وآل محمد وإلى آخره الدعاء، ندعي بالنبي والله وآل النبي. والله، هات الأدعية اللي هات الأدعية اللي بيذكرها العوام وبيذكروها، والله ما تلاقي فيها النبي. نعم أخي يا أخي، ده أنت أبو الفضل العباس ليس إمام.
أبو الفضل العباس ليس إمام، ولا يقسمون إلا بأبو الفضل العباس، ما يقولون إلا والعباس، والله لو قالوا بالله يكفي. أعطيني آية من القرآن الكريم تكون واضحة، غير المساجد، آية تكون صريح العبارة تقول لا تدعي غيري أو لا تحلف، لا تحلف بغيري. أقول لك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أإله مع الله؟ من الذي يكشف السوء؟ ها؟ الله. ليه الله. ربنا قال، ليه ربنا قال أإله مع الله؟ لأنه لا يكشف السوء ويجيب المضطر إلا إلهه. يا أخي يجوز يقصد بها عبدة الأصنام، كانوا يعبدون الأصنام. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء، أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ طب ليه قال، ليه قال إله؟ ليه قال إله وما قالش صنم؟ ليه قال إله وما قالش عبد من عباده؟ لأنه لا يستطيع فعل تلك الأشياء إلا الله، أي إله. طيب يا سيدي، سورة عندكم سورة الحمد ماذا تقول؟ الفاتحة، أيوة يعني الحمد لله رب العالمين رجيم، الرحمن الرحيم. مالك كم يوم الآية؟ الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك إياك، نعبد وإياك نستعين. الله أكبر، إياك، يا الله، إياك نعبد وإياك، نستعين. يعني مش معناها إن واحد تروح تولد تقول يا علي، ولما تيجي تشيل ابنها من على الأرض تقول يا علي، إياك نعبد وإياك نستعين. من هو الأقرب من حبل الوريد، علي أم الله؟ لا إذا تسمح لي بهاي الفقرة، بهاي الآية بالتحديد، هاي الآية بالتحديد، تمام؟ أنتوا عندكم تفسير وهو واضح الآية تقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. زين أنا داخل مسألة، الله يعني عندما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، تمام؟ زين أنتم تقولون الله في السماء، صح؟ يعني أنا سامع لكم حديث عندما سألوا في العقيدة الوسطية على ما أعتقد أنه قلتم الله في السماء، تمام؟ زين هو الله يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، كيف الله في السماء وكيف هو أقرب إليه من حبل الوريد؟ جاوبني بهاي. أقرب إلينا بعلمه، بسمعه، ببصره، محلولة بسيطة. الله عز وجل يسمع ولا لا يسمع؟ يسمع، يرى ولا لا يرى؟ نعم يرى ويسمع ويعلم ما في الأنفس، يعني لكن إذا دعونا الله عز وجل فهو يسمعنا أقرب من أي سمع، ويبصرنا أقرب من أي بصر. يعني هسه مكان الله، مكان الله في السماء أم الله، الله عز وجل ما كانوا في السماء دي ما مختلف عليها، خلاص انتهت المسألة. إذن كيف قال في القرآن نحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ يا أستاذ بسمعه، يعني معناها أنه يعني أقرب، بعلمه قصدك؟ أقرب إلينا بعلمه عن أي علم، وأقرب إلينا بسمعه عن أي سمع، وأقرب إلينا ببصره عن أي بصر. تمام. جزاك الله خير. جزاك الله خير، كل سنة وأنت بخير. عندي فد أريد أعقب على شغلة تفضل. صراحة، يعني أنا شيء من صغري، يعني الله فرقني، الله من صغري دائما أحتكم من العقل. أنا بمذهبي صراحة يعني مو على قناعة تامة أخيرا، بسبب إنه ما كنت يعني الفترة الأخيرة ما دا ألقى أجوبة تامة، إنه دائما كل أسئلة ألقى فرة يفر فرة كاملة ويجي يرجع، وأنا أرجع أسأل السؤال ويرجع يفر لحد ما أنا يعني أمل وهو يمل. دائما كنت القى عندكم الاجوبه انتم جاهزه، يعني على قولتكم بالمصري دغري صراحه. يعني يعني انا اللي خلاني ابحث بمذاهبكم، انا
إذا ما تعرف شنو شغلتي، أنا استخبارات في الحشد الشعبي بالأصل. إحنا كنت سابقا يعني، فكان معلومة أمر، عنك، بالله عليك ما تقول أي معلومة عنك. لا لا ده ما أقول معلومة عني، بس أنا أذكر لك رجل يعني من عندكم خلاني أتجه نحو مذاهبكم وأدرسها أكثر، واللي أصلا عبارة مسألة الصحابة وقذني كلهم عبارة يعني. كان اكو رجل ابو معاذ، هو كان شيعي بالاصل، واستسن سنة 1998 استسن. نعم. فاحنا دزونا قالوا يا بي هذا الرجل، قالوا انه يعني يجند عناصر داعش اللي وصلتنا هيك عليه. طبعا الله يشهد علي انه هذا الكلام يعني صادق واني فيما اقول، وما يحتاج احلف، لكن انما للتأكيد. ربك إنسان صادق، ربك إنسان صادق، تفضل. بارك الله فيك. فاحنا دزونا على هذا الرجل، وكنا نحضر له خطى، واحنا ندخل على هيئة سنة احنا طبعا، فنسمع محاضراته ونسمع كلامه، ويعني كان اكو هواية مسائل يطرحها حلوة، لكن انا مطلوب مني اكتب عليه تقرير الرجل هذا. نعم. ف7 اسابيع اني ما شفت عليه شيء بعد، وكل تقارير انا كتبت ان هذا الرجل ما عدنا عليه شيء، يعني ما شفت عليه شيء انه يتجهز الى يقول مثلا، حتى الشيعة ما تعرضوا لهم، كان يتعرض لهم. جت فترة اعتقلنا هذا الرجل، واحد يحكي حق الله، اعتقلناه. وطبعا انا تارك يعني الوظيفة مالتي صار لي تقريبا سنة وأربعة أشهر تاركها، يعني بسبب صار عندي حادثة ثانية، واقتنعت انه لازم اطلع من هذا يعني المهنة الى اخره. فالرجل اعتقلناه. طبعا هذا رجل في العراق في بغداد، وهو على حد علمي هو حاصل المركز السابع بالدعاة في العراق من السعودية، هيئة العلماء بالسعودية قايم به. ما تقولش معلومات بس عشان من خلال المعلومات دي ما يوصلوش لا مين اللي كان بيراقبه. نعم، خلينا الرجل اللي لما خلاني اتجه نحو يعني نحو المذهب مالتكم وادرس اكثر، انه وصلت مرحلة يعني الله يشهد علي انه انا بهذا الكلام اكون يعني كلامي صادق عليك، انه الرجل وصل لمرحله يعني حتى اخر شيء يعني عرضنا عليه انه يترك التسنن ويتجه يعني يرجع للتشيع، وينزل مقطع فيديو يعني يترك التشيع، يترك التسنن به ونتركه في حال سبيله. فرفض الرجل بهذا الشيء، ووصلت يعني مره يعني عفوا لمرحله انه ضربنا عينه، يعني طفينا عين اليسرى في اذنه بالرجل. واخر شيء يعني، بس انا والله مو انا ضربتهم، يعني اكو ناس اعلى مني اللي وصلت يعني تعرضوا له. فوصلت مرحله انه اخر شيء الرجل اللي انحكم اعدام لفقناه على قضايا، مو انا الله يشهد، انا انما عبد المامور عن شيء، وانا حتى بتقارير ما اتهمت الرجل، فيعني كتبت حتى بتقارير قلت عن الرجل هذا بريء. فالرجل انحكم اعدام، من طلعنا بيه من المحكمة، هو طبعا هسه ما انعدم لأن قدم استئناف وحكم مؤبد. طلعنا من طلعنا من المحكمة نزل، يعني ما أريد أقول اسم الشخص معروف هذا عندنا بال يعني فصيل الحج الشعبي، نزل في باب المحكمة بالشارع، فكلهم فك يعني فل كل الكلبشات، فكينا الكلبشات. قال له شوف أنا هسه فكيت كلبشاتك، مستعد هسه من أنا أخليك تركب سيارة تروح لأهلك، لكن بشرط واحد. قال له شنو؟ قال له اترك طريقك هذا ولا لا بترجع للتشيع، بس روح بحال سبيلك، لان الموضوع زاد حده. فرجل يعني ضحك، الرجل ضحك وقال يعني هز براسه، قال لا، قال خلاص اخذوه. وانا بعد ما عرفت يعني يعني اخبار الرجل هذا لحد الان. فمن هذا الامر يعني انا حسيت ان احنا بدنا نظلم بغض النظر عن العقيده. فاني يعني دخلت معقول شنو السر ان انت وصلت هاي المرحله، يعني انت شفت من عندنا، احنا من عندنا من شيعه ال البيت، زين شنو وصل خلاك يعني بس من 98 لحد يعني هاي السنوات الاخيره انت وصلت هاي المرحله، وهسه حاليا قلت لك رجل محكوم مؤبد. ف يعني انا الفتره الاخيره يعني اخر سنه ونص تقريبا حاليا تارك التشيع، حاليا انا ما يعني اقدر اقول لك يعني بلا تدين من الاخير حتى اكون واضح وياك، حتى ما ادخل بموضوع سياسي. انا كل يوم يعني ابني ضميري، نحن ظلمنا
الناس سوينا امور يعني، بس والله هاني ما سوى ما شاركت فيها، لكن انا كنت يعني من ضمن يعني الزمره او الموجوده الفئه، فكل شيء كنا نطلع يعني. ف يعني الاخر يعني ما ادري شويه يعني شويه نفسيا تعبان من هذا الامر. يعني اسال الله انه يوصلنا للحق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل على، خلي بالك على نفسك يا ابني. اللهم صل على، الله أكبر. شكرا ليك يا ابني. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا إخوانا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة السنة مش صحيحة في القرآن، وصلاة الشيعة مش صحيحة في القرآن، لأن القرآن ما فيهوش أساسا هيئة الصلاة. يعني القرآن ما معلم على الصلاة بالقرآن؟ ماكو تعليم؟ لا حضرتك، حضرتك القرآن نفسه ما فيهوش إلا الصلاة، أقم الصلاة، لكن هيئة الصلاة مش موجودة في القرآن. هات بقى السؤال اللي بعده، يلا اتفضل. شكرا جزيلا. بس هذا أنت، ما صلاة الشيعة برضو مش موجودة في القرآن. يعني انت زين، والوضوء ما تقدرش تثبت صحة صلاتك، اهي هيئة صلاتك من القرآن. زين، والوضوء هو الوضوء في آيات اتكلمت على أركان الوضوء وليس سنن الوضوء، يعني ليس الوضوء كاملا. فهناك شنو في هي الوضوء الآيات؟ سنن وأركان. اه دي شنو هي آية، الآيات؟ دي آية موجودة في القرآن في سورة المائدة. تقدر تقولها هسه؟ لا ما اقدرش اقولها هسه، ليش؟ اقولها بس ايه؟ تمام، مشكور ها؟ شيخنا. أغشش أقولها. طيب يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يلا ما سمعت صوتك يقطع. فاصلوا. طيب يبقى المشكلة عندك أنت. شكرا لك حبيبي. تفضل يا استاذ عرفت. السلام عليكم. وعليك السلام، تفضل. رمضان مبارك يا شيخ وليد. على جميع المسلمين يا رب. جزاك الله خير الجزاء ان شاء الله. اللهم امين. حضرتك سني. والله والله بس حبيت اسلم عليك يا شيخ. الله يسلمك يا غالي، ربنا يبارك فيك. وبيك جزاك الله الف خير. مع السلامة. تفضل عليك. السلام عليكم. شيخ وليد شلونك؟ شو اخبارك؟ بخير الحمد لله. الله يعزك ويحفظك، رمضان كريم ان شاء الله. شيخ وليد، اني الان ما اريد اقول اني سني او اني شيعي، اني شاب تمام. أريد أعرف الآن إحنا شباب، يعني مثل ما نشوف ده نشوف المناظرات بين السنة والشيعة، بعض المناظرات كنظرية الشباب نشوفها من ناحية الشيعة نشوفها صح، ومن ناحية السنة نشوفها صح. زين إحنا كشباب، إحنا كنريد مثل ما تقول نتعلم، كنريد نثبت على طريق، هاي المناظرات اللي ده تصير، منو الصح ومنو الغلط؟ دين منو صح ودين منو غلط؟ طيب أنا هقول لك إن شاء الله. أولا الدين الإسلامي جاء لتهذب الفطرة الإنسانية، تمام؟ وجاء بفطرة سليمة، بمعنى تمام، بمعنى إن هو الإسلام إسلام واقعي، ما فيه غلو، ما فيه إفراط، ما فيه تفريط، الأمور كلها تدخل العقل، تدخل العقل، الأمور كلها أمور منطقية. يعني مثلا نحن نتعبد الله عز وجل بحاجة اسمها الصلاة، نحن نتعبد الله عز وجل بحاجة اسمها الصيام. نعم فلو أنت أمام الغرب كلهم، نعم أمام الدول الكافرة كلها، قمت وصليت لله عز وجل، ما حد يقول لك أنت إنسان متخلف أو إيه اللي بتعمله ده والكلام ده كله. ليه؟ ما فيها أذية نفس، هي مجرد حركات تتقرب بها إلى نعم الله وقراءة القرآن. الصوم نفس الشيء، الزكاة نعم تخرج الزكاة
مالك او فضل اموالك، واخدلي بالك، بتمرها للفقراء، ما حد يقدر يعترض ولا حد يقول لك انت. بشوف الاركان الخمسه بتوعي. شيخ اسمعني بس عشان الصوت ما يقطعش. نعم. شوف الاركان الخمسه الذي اوجبهم الاسلام على الفرد المسلم. تعال بقى شوف الاشياء التي تفعل خارج اطار الاسلام: النياحه، اللطم، التطبيع، اباحه الاشياء ما انزل الله عز وجل بها من سلطان، الغلو، الشرك بالله عز وجل، طواف حول الاضرحه، السجود للاضرحه، الطلب من غير الله عز وجل، اشياء حتى كمان لو انت حبيت تدعو احد للاسلام عمرك ما هتذكره. عمرك ما هتذكره. ليه؟ لما سئل عن الاشياء اللي هي الحرام قال لك ما حاك بالقلب وخفت ان يطلع عليه الناس. الحرام ما حاك بالقلب وخفت ان يطلع عليه الناس. يعني انا مثلا دلوقتي عندي مثلا انا عندي استعداد اروح في اكبر حديقه او اكبر ميدان عام في امريكا وادعو الناس للاسلام، ادعو من الصلاه للزكاه للصوم وافهمهم يعني ايه صوم وزكاه الكلام ده كله. لكن هل استطيع ان انا اقف واقول لهم يا جماعه من الاسلام اللطم، من الاسلام اللطم على الميت، من الاسلام الزحف على الميت، من الاسلام ان انا اطوف حول القبور، من الاسلام ان انا اقول يا علي يا الحسين يا فاطمه، ام الاسلام ان انا اقول يا الله؟ فانا هتلاقيني ما اقدرش اقول لهم الكلام ده. يا الله ما اقدرش اقول لهم، ما اقدرش ادعوهم واقول لهم تعالوا قولوا يا الحسين، ما اقدرش ادعوهم اقول لهم تعالوا قولوا، لكن اقدر اقول لهم في نفس الوقت. شيخ وليد اقاطع، صح شيخ وليد اقاطع كلامك، اني صار عمري 24 سنه اللي احنا كبالعراق مثل ما نقول يعني كايدة احكيها كان كمسلم ماشي، اللي تعلمته من الامام علي عليه افضل الصلاه والسلام، تعلمت منه شجاعه، تعلمت منه انه الاسلام ما يحث لا تفرقه لا كلام مسيء لا غيبه ناس، انه تؤدي اسلامك او دينك بصوره صحيحه، تؤدي فروضك اللي اوجبها عليك رب العالمين. تمام، اللي تعلمته من منهج الامام علي هذا زين. اني الان انا احب الامام علي، شنو اللي راح ينطلق عليه؟ تسمية شيعي او شنو؟ انت ما حد منعك ان انت تحب الامام علي بن ابي طالب، لكن في نفس الوقت لما تحب علي بن ابي طالب ما تطعن في غير علي بن ابي طالب. يعني ما منعك؟ دائما احنا اللي بيترك التشيع. صح. وده انسان اسمه الشيخ وليد، الشيخ وليد احنا عشان ايه؟ 16 ما بينه وما بينه. لما انا ابدا نعم. كلامي اخلصه نعم. وبعدين اقول لك اتفضل. يعني ما حد قال لك تحب سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه ولا ستنا فاطمه رضي الله عنها وارضاها ولا سيدنا الحسن ولا سيدنا الحسين ولا احد من اهل البيت. لكن في نفس الوقت لما احنا ما منعناكش ان انت تحب، لكن في نفس الوقت ما تسب غيره. سب غيره ليه؟ يعني مثلا كان في مثال يقول لك ايه؟ قل لي من اصحابك اقول لك من انت. قل لي من اصحابك اقول لك من انت. النبي صلى الله عليه وسلم نعم. صاحب أبا بكر وعمر وعثمان، تمام، صلى الله عليه وسلم، وتزوج من أبي بكر، تمام، وتزوج من عمر، وزوج عثمان، وعلي زوج عمر. طب هنا دول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لو دول صحاب السوء يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بقول لك إيه؟ قل لي من أصحابك، نعم، لك من أنت. فأنت هنا أنت نعم. بتسب ليه يعني؟ وبعدين دي نقطة. النقطة الثانية، إذا كانت الإمامة نعم. مثلا أهم من الرسالة ومن النبوة، تمام، هل يمكن أن تختصب نبوة أو تختصب رسالة؟ يستحيل. فكيف تختصب إمامة؟ نعم، يعني حاجات يعني يا شيخ وليد سيبنا مسألة الحقد خالص، الكلام ده كله هل هي مش ماشية منطقيا ولا عقليا؟ اتفضل يا شيخ وليد، أقسم بالقرآن من خلال المحاضرات والمناقشات اللي نشوفها، يعني الشاب بعد ما يستقبل مدى يفكر. يعني أبسط شغلة يقول إنه الأخوة السنة يكرهون الشيعة ويكرهون أهل البيت، تمام، الأخوة الشيعة السنة يقولون الشيعة يكرهون أصحاب الرسول. زين يا ناس يا عالم، إحنا مثل ما نقول حائرين بهاي القضايا، أنت دا تشوفها عقليا، دينك دا يحثك على السب،
دينك دا يحثك تمشي بغير طريق، دينك دا يحثك انه هاجم اصحاب الرسول او هاجم اهل بيت الرسول. انا استحلفك بالله، يعني احنا الشباب بس حاليا استحلفك بالله. نعم تفضل. عمرك في حياتك شفت السنة نعم. بس اهل البيت شفت السنة؟ ما مستحيل. انا عاشرت اخوان السنة، عاشرت ما عدتهم، بالعكس ماكو هذا الشيء، مستحيل. صح اللي هو الحلف بغير الله حرام وهذا الشيء صح، انا ايد بهذا الشيء. بس انا اللي دا اوصل بيه يا ناس يا عالم من خلال بثك يا شيخ وليد، انه مثل ما نقول كافي، هاي عقول شباب، وشباب دا جيل دا يطلع، جيل دا يصنت عليكم، جيل دا يشوف، جيل يدي يتعلم، يتعلم انه يقول اخواننا اليوم دا يتحاربون بيناتهم، اين الاسلام من كل هذا العد؟ وين الضمير؟ وين الانسانية؟ وين الشيء اللي يرشدك على الطريق الصح؟ العموم استاذ علي انت انسان محترم، ونسال الله عز وجل لنا ولك الهدايه، ربنا يبارك فيك. علي ولي الله تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام تفضل. شلونك الشيخ؟ الحمد لله تفضل. قبل شويه انت قلت انه ماكو احد من السنه يسب اهل البيت. ما في حد اساسا من السنه بيسب اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنتكلم على دلوقتي، تمام بنتكلم حضرتك على دلوقتي، بنتكلم على دلوقتي. اما اللي حصل ما بين علي ومعاويه حصل ما بينهم قتال. بس اقول لك ليش الشيعة يسبون الصحابه. وانت تسب الصحابه، مين امرك اساسا ان انت تسب الصحابه؟ مين اللي امرك؟ مين من اهل البيت قال سبوا الصحابه؟ تفضل تسمح لي ابين لك. تفضل اديني مين من اهل البيت قال سبوا الصحابه. ماكو واحد من اهل البيت قال سبوا الصحابه، بس الشيعه يسبون الصحابه اعتماد على الروايات اللي تبين الافعال الصحابه مع اهل البيت. يعني مثلا واحد زي ابو بكر الصديق عمل ايه مع اهل البيت حضرتك؟ تفضل. مثل عمر مثلا عمل ايه مع اهل البيت؟ عمر فات على بيت أمير المؤمنين وكسر ضلع الزهراء. طب اديني رواية صحيحة بالكلام اللي أنت بتقوله. شلون؟ اديني رواية صحيحة من كتبك بالكلام اللي أنت بتقوله. أنت عندك رواية تثبت عكس هذا الشيء؟ لا حضرتك، وأنا أكذب وبعدين تقول لي أنت عندك رواية تثبت خلاف الكلام ده؟ عندي روايات، عندي حوالي 15 رواية من كتب الشيعة تم في كسر ضلع الزهراء، إيه رأيك؟ من الرواية؟ من الراويها؟ من اللي راويها؟ مش الأول لما تجيب لي أنت من الذي روى كسر درع الزهراء؟ أتحداك تجيب من روى كسر درع الزهراء. أنا والله ما حافظ رواية. طيب أولاً بس يعني ولا ما اطلع عليها، عندي اطلاع عليها بس ما حافظها الرواية. من رواها؟ بص أنت صغير في السن، فخد كلام الأكبر منك ودور وراي، ما بقولكش خد الكلام وصدقه، بقولك خد الكلام وابحث وراي. أولا رواية هي وحيدة بس بتاعة سليم بن قيس، وسليم بن قيس أساسا لم يكن في عهد أبي بكر، يعني ما حصلش حادثة ما حضرهاش خالص، ولم يكن في عهد عمر، ولم يكن في عهد عثمان بن عفان، فكيف يروي حدث هو لم يراه سليم بن قيس؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن كتاب سليم بن قيس اللي فيه رواية كسر ضلع الزهراء، أساسا علماءك قالوا ان الكتاب ده منحول على سليم بن قيس، يعني مكتوب، يعني مكذوب على سليم بن قيس، مكذوب على سليم بن قيس، وابحث وراي. يبقى كده روايه كسر ضلع الزهراء اساسا روايه باطله، لان لم يرويها الا سليم بن قيس. تخيل انت حتى اهل البيت ما رووا الروايه بان فاطمه كسر ضلعها، علي لم يروي روايه بان فاطمه كسر ضلعها. بس لو سمحت خلينا نكمل. براحتك. زوجها، زوج فاطمة لم يروي رواية واحدة بأن فاطمة تم كسر ضلعها. الحسن لم يروي رواية واحدة بأن فاطمة كسر ضلعها. الحسين، علي بن الحسين، إلى الحسن العسكري، إلى حتى المهدي، ما فيش واحد منهم روى رواية بأن فاطمة كسر ضلعها. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية بقى الحديث المقابلة بقى.
بس النبي تسمح. صلى الله عليه وسلم، استنى بس، النبي صلى الله عليه وسلم بشر فاطمة بأنها أول من أول أهل البيت لحاقا به، فالسيدة فاطمة تبسمت، فكيف تتبسم فاطمة أنها أول واحدة أو أول يعني حد من أهل البيت هيلقى حق بالنبي، يعني هيموت بعد النبي، يبقى كيف فاطمة تتبسم وهي ستلحق بالنبي نتيجة كسر الضلع وإسقاط الجنين والكلام ده؟ هو ده في شيء يضحك؟ دي أول رواية وموجودة عندكم، تمام. الرواية الثانية أن النبي صلى أن فاطمة جلست بعد النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 3 شهور، لم ترى ضاحكة ولا كاشرة، لم ترى ضاحكة ولا كاشرة، بمعنى إيه؟ بمعنى أنها عادية، واحدة عادية، إنسانة عادية، لم ترى ضاحكة ولا كاشرة. طب إزاي واحدة مضروب بطنها وأسقط جنينها حتى ما تكشرش؟ ما تمام، تكشرش اسمح إزاي؟ لي أجاوبك. استنى بس أسرد لك بس الأدلة وبعد كده بقى أنت جاوبني. أعطيتني جوابين، خلي أسرد سؤالين أجاوبك عليهم. استنى بس أسرد لك بس الأحاديث لأنها كلها في إطار واحد، وبعد كده حضرتك يبقى جاوب. تمام، سيدنا جبريل عليه السلام: قلتم أنتم في مصحف فاطمة أنه نزل على السيدة فاطمة يسليها في وفاة أبيها، مش يسليها لأنها اتضربت، ده يسليها في وفاة أبيها، وكان يتلو عليه أحداث إلى يوم القيامة، وعلي بن أبي طالب قاعد يكتب. الله يا جدعان، يعني الست مضروبة وفي الحالة السيئة ديت، والمفروض إنها يعني خلاص بتقاوم الموت لأنها خلاص أيامه تموت، وسيدنا جبريل ينزل عليها يواسيها في أبيها ويقول لها إن في أحداث هتحصل إلى يوم القيامة، ومع ذلك لا يذكر فيها حادث إنها تضرب مثلا، والكلام ده إيه بعد وفاة النبي، يعني كان المفروض إنها كانت اتضربت، وعلي بن أبي طالب قاعد يكتب. طيب ماشي، آدي آخر حاجة بقى أنا هقولها لك، مع إن في أكتر من 15 رواية كمان، أنها كانت تزور المقابر اثنين وخميس ولم تنقطع حتى ماتت، اثنين وخميس. طب ازاي واحدة لسه مكسور ضلعها واسقط جنينها ودايما اثنين وخميس تزور المقابر، تزور المقابر وتدعو على الكفار، وتدعو على الكفار؟ طب فين بقى، فين الضرب والكسر في الروايات دي كلها؟ اتفضل أجاوبك اتفضل. بالبداية. النقطة الأولى مال الأئمة، ما مش شلون النقطة الأولى مالتك، النقطة الأولى مال أن ثلاث الأئمة ما من أخطأوا سبعين رواية كاتب على من كسر ضلع الزهراء. الأئمة روى رواية واحدة في كسر الضلع. أنا أقول لك ليش ما أنطوا، حتى لا تصير شبكة وفتنة بين المسلمين. أخويا أخويا ما تكلمنيش كلام من كيسك، يعني قول كده، هات كده حاجة من المعصوم مثلا عندك أنه قال لم نروي رواية كسر الضلع حتى لا تصير فتنة، لكن أنت ما تخترعش شيء من دماغك. ما هي الشماعة دلوقتي كلها دلوقتي زي شماعة الهدوم بالظبط، كل حاجة حصلت بالحكمة والمشيئة، بالحكمة والمشيئة. شلون يعني شلون يروي؟ بس احنا مش بنقوله، بس في فرق ما بين ان هو يروي ان فاطمة كسر ضلعها او يقوم مثلا بسيفه فيقاتل الأمة على كسر الضلع، لا هنا الفتنة، لكن يروي انها بس يروي، ده الدنيا المفروض ان الدنيا كلها عارفة، المفروض ان الدنيا كلها عارفه ان فاطمه ضربت كسر ضلعها، يعني على يعني اليوم اللي اتضربت فيه فاطمه المفروض ان الصحابه هم اللي ضربوها بقياده ابو بكر وعمر وعثمان وخالد وقنفذ والقصه اللي انتوا بتقولوها، يعني معناها ان كله عارف. طب لما كله عارف وبعدين علي بن ابي طالب يقول يا جماعه فاطمه كسرت ضلعها، طب ما هو قال كلام صحيح، فلماذا لم يقوله اساسا؟ يعني يعني إذا لماذا لم قال يقولها؟ رواية ما راح تصير فتنة؟ لا حتى لو قال رواية ما تصير فتنة أساسا كمان، لأن هو أنت بتقول إن هو حدث، فهو يروي ما حدث، يعني يقول ما حدث، يبقى فين الفتنة؟ يعني راح ينقلبون على عمر وأبو بكر. ينقلبون على عمر يا عم، إذا كان انقلبوا على علي وجم زي ما أنتوا بتقولوا جم كلهم ضربوا فاطمة، فلما علي يقول إن عمر ضرب فاطمة هيقوموا على عمر؟ يا أخي قول كلام يعقل. محبين علي بما أنه راح يشوفون هاي الجريمة
ومنو فعلها طب وضد الإسلام هذا الشيء طب وفي مخالف مين شرائع عليهم الإسلام. لو عليهم ليه محبين زي ما انت بتقول، لماذا لم يدافعوا عن فاطمة اساسا؟ منهم انت مش بتقول ان في محبين علي هيقوموا على عمر؟ اذا لم كان يعرفوا، محبين لعلي هو لماذا لم ما يدافعوا عن روالهم، فاطمة؟ ما أعطاهم رواية الشيء اللي صار، ما قالهم هيك يا صار. اخي هم عارفين يديهم رواية ايه؟ هم عارفين اساسا، يعني لو هو قال ان فاطمة ضربت ولا هيتأثر، ما احنا اللي ضربناها، يبقى هنتأثر في ايه اساسا؟ وازاي انت بتقول عند علي في محبين وهيقوم على عمر؟ يعني اذا كان لعلي محبين سيقومون ويقتلون عمر، فلماذا لم يقتلوا عمر اثناء ضرب فاطمة؟ ما كانوا حاضرين مثلا، ما كانوا حاضرين، كانوا فين يعني؟ كانوا لابسين طاقية الإخفاء ولا كانوا فين؟ يعني هم عايشين قدام بيت فاطمة متانينهم بالباب. كانوا فين؟ كانوا فين؟ أخي بالله عليك ما تقولوش حاجات تبريرات، ويا ريتها تبريرات منطقية، تبريرات غير هم مو منطقية. حراس، محبين غير حراس، مو يا حراس خلاص يا بالبيت، عمر، مو بودي يا جارد. عم ده أنتم ما عندكوش، أنتم أساساً قلتوا إن ما فيش من أصحاب علي إلا المقداد وأبي ذر وعمار وسلمان، يعني أربعة. هاي الأصحاب لا، وفين طب عمار من ضرب فاطمة؟ فين سلمان من ضرب فاطمة؟ لماذا لم يروا سلمان ضرب فاطمة؟ لا أزيدك كمان اللي أنت ما تعرفوش، أنت شاب صغير، تعرف إن سيدنا سلمان أخذ وزارة في حكومة عمر؟ وسيدنا عمار أخذ وزارة في حكومة عمر؟ تعرف الكلام ده؟ لا سيدنا عمار أخذ ولاية في عهد عمر، يعني عمر ولاه، يعني مسكوا حكم منطقة، وسيدنا سلمان عمر مسكوا حكم منطقة، تخيل فين بقى الولاء والبراء؟ اي مو معصومين. ها مش معصومين. طب وفين مش انتوا بتقولوا المفروض ان هو يعادي من عاد علي بن ابي طالب؟ فلماذا لم يعاد عمر مو واخذ معصوم، هو مو معصوم، شخص غير معصوم، عادي الله يخطئ، يرحمه، عادي يتبع عمر، عادي يصير وزير. حاول تراجع الموضوع، يعني احنا ممكن نصير وزراء كمان في عهد عمر عادي، اللي خلاهم واخدوا احنا كمان ممكن نكون وزراء لعمر وعلى منهج عمر، اللي خلى سلمان وخلى عمار يبقوا وزراء لعمر، يبقى ليه احنا ما نبقاش وزراء لعمر؟ الله المستعان، كلام صغار مش فاهمين هم قالوا اي حاجة والله. وعليكم السلام، اتفضل. شلون الشباب؟ والله بخير حال الحمد لله. عندي رواية لك. عندي السلام عليكم. ثواني يا شيعي عندي 300، رواية. خليك معايا، اتفضل يا استاذ دين. روى ناظم الغزالي عن عياد راضي عن هل بن نزار عن هيثم بن يوسف رضي الله عنه عن سيف نبيل عن كاظم بن مدلن عن أنس بن مالك سمعت الرسول يقول لو كان نبي لغيري لكان عمر. جاوب. هقول لك انا، بس انت نسيت تزود ام كلثوم، ونسيت كمان تزود كاظم الساهر، ونسيت تزود كمان اللي هو ايه مناف الناجي، نسيت يعني تزود ولد اسماعيل هم. انا بقول لك انا كنت زودت في السند مناف الناجي، واخد لي بالك، وكنت زودت كاظم الساهر كمان، جو ام كلثوم. يا واد جو يهبل جو يهبل يلا يهبل يهبل يهبل، المقطع اللي انتوا ناشرينه يهبل مبتور، يهبل جو يلا المقطع اللي انتوا ناشرينه مبتور سألت غير يهبل. جو. مش يال مش يال يا هبل يال مش يال لا لا تتجمل مش عبيط يال. وياك عمر ابن الخلاط. عمر ابن الخلاط اللي خلط دماغك ودماغ اهلك انا ولا ايه؟ معكم شخصين عمر ابن الخلاط. عمر ابن الخلاط ده اللي زي ما انتوا بتقولوا كده كسر ضلع عليكم يا هبل، ايه الغباء الشيعي ده؟ ناشرين اساسا، ناشرين مقطع مبتور، يعني واحد جه في البث المباشر على اليوتيوب وقال لي مش عارف عن مين عن مين، جاب اسماء كده مغنيين عراقيين على سوريين ايا كان يعني، فانا هرشته، فقلت له كمان ناقص ام كلثوم وناقص كمان كاظم الساهر، تمام، فهم جايين بطرين المقطع، قطع المقطع تمام، وهم جايين حاطين الحته الاولى اللي انا بقول له، اولا بغض النظر الحديث ضعيف عن السند، والسند يهبل، بقول له انا كده قلت له السند يهبل ناقص له كاظم الساهر كمان
وناقص له بتاع ده ام كلثوم، قاموا قاطعين حته ان السند ناقص له كاظم الساهر وام كلثوم، وحاطين المقطع اللي هو ان انا بقول له بغض النظر عن السند ان هو ضعيف، الحديث ضعيف. غباء والله، شويه اغبياء. ومع ان في التعليقات كلها كلهم بيقولوا للراجل كمل المقطع، الراجل رد كمل المقطع كمل المقطع، لكن نعمل ايه في شويه المزورين البتارين دول. الله المستعان. فالحمار اللي جه من شوية يعني عايز يعيد الكرة تاني، عايز يعيد الكرة تاني الأهبل. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. شلونك؟ الحمد لله. طبعا شيخان سني متابعك من العراق. حياك الله، حيا الله اهل العراق السني. حبيبي والله حبيت اسلم عليك بس. الله يسلمك يا غالي، ربنا يبارك فيك، والله ربنا يعزك. اتفضل يا اخي. انتوا عارفين مين مناف الناجي يا اخوانا؟ اكتبوا على اليوتيوب كده مناف الناجي، وانتوا تعرفوا مين مناف الناجي. طبعا انتوا مفكرينه مغني، لا مناف الناجي مش مغني. مناف الناجي تقريبا والله اعلم يعني اتمتع بحوالي بس بنات الشيعة. أهلا اتفضل. حياك الله شيخ وليد، شلونك؟ اتفضل حضرتك. شو الأخبار؟ شو أحوالك؟ أمورك؟ والله بخير الحمد لله، اتفضل. شيخ وليد، هاي الحكي ما يفيد، هاي الأطفال اللي قاعد تطلعهم وتصعدهم وهذا الحكي الزايد، طيب ماشي عايزين هذا شغل ما يفيد هذا، يعني هم يحكون ويغلطون ويجيبون ويردون، هذا لا راح يصلحون دين ولا راح يسوون شيء. طيب ماشي، انت المفروض اذا عندك شيء، انت هسه فاتح بيت ويجيك واحد طفل زعطوط ويتجاوز، عيب، انت رجال كبير هم، شنو هذا الزعاطي اللي تحكي وياه؟ هاتوا لنا علمائكم. طيب هاتوا لنا علمائكم، هاتوا لنا علمائكم، هاتوا لنا علمائكم. يا اللي سنه صغير بلاش يطلع، اللي سنه صغير بلاش يطلع، هاتوا لنا علمائكم، هاتوا لنا علمائكم. بسيطة اهي. اللي عايز يصعد يا اخوانا يبعت جيست ويكتب عليه 300 وسلام. شيخ طبعا تنطيني مجال اسال واجاوب، وانطيك مجال تسال وتجاوب، ويكون النقاش بيناتنا باحترام ان شاء الله. ان شاء الله. انا عندي نقطتين. النقطه الاولى انه بعض اللي يتسمون الشيعة اللي يصعدون وياك اكثرهم اصغار، يعني مواليد الفينات، ما يعرفون لا دين الشيعة، تاخذ بعين الاعتبار انه هذول لا يمثلوننا ولا لهم علاقه بينا. هسه انت من تساله الصلاه ايش كم ركعه ما يجاوبك، ما يعرف، يعني الانسان صغير. شغله ثانيه، انت يعني ماخذ عنا فكره غلط، يعني اساسا الافكار اللي انت حاملها عنا غلط. احنا نحلف مثلا تقول بغير الله، مو هيك صحيح؟ كمل حضرتك، كمل، انا مستني بس حضرتك تخلص، كمل. ماشي، انا بدي اسالك سؤال وجاوبني عليه، وامات انت تساله وانا اجاوبك عليه. الله سبحانه وتعالى قسم يمين بالتين والزيتون، صحيح ولا لا؟ أولا لا يسأل عما يفعل، الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا لا، أنا بس أسألك، هو قسم بالتين والزيتون لو ما قسم؟ واحدة واحدة، مش أنت حضرتك سألتني سؤال، ممكن أنا أجاوبك لما أخلص إجابتي هقول لك تفضل، ممكن؟ إيه بس لكن أريد إجابة مقنعة. حضرتك بس حضرتك يا ريت تسيبني أجاوب، ممكن؟ على راحتك، على راحتك، على راحتك. خلي بالك، الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، الله عز وجل يحلف بمخلوقاته كما شاء ووقت ما شاء، تمام؟ لكن الله عز وجل هو الذي أمرنا بألا نحلف بغير الله، صح؟
أكو دليل؟ أيوة أكو دليل عندنا وعندكو كمان. اعطيني يا الدليل. من حلف بغير الله أشرك. تفضل كده حطها لي في المكتبة الشيعية وشوف لي كام كتاب ذكر عندك. تفضل. طيب، من حلف لغير الله أشرك. طيب كمل. لا حضرتك تفضل الأول ولا خلاص؟ يبقى إيه؟ لا لا، أنا أنتظرك تكمل حتى أجاوبك. ماشي. إذن الله عز وجل الذي حلف بالتين والزيتون أو أقسم بالتين والزيتون هو من قال لنا لا تحلفوا بغيري، فهل نحلف بغيره أم لا؟ طيب أجاوبك. تفضل. إذا كان نص قرآني يشير أنه الحلف بغير الله حرام، أعطيني. لا إله إلا الله. هو أنا قلت لك نص قرآني؟ أنا قلت لك اتفضل اكتب في المكتبة الشيعية كده كلمتين بس، من حلف بغير الله فقد أشرك، ومن كان حالفا فليحلف بالله. اتفضل اكتبها في المكتبة الشيعية وشوف كم حديث هيطلع كده من المكتبة الشيعية. احنا بعيدا عن الروايات، أنا جاي أسألك سؤال. هذا الكلام اللي أنت تكلمت به إلي، هذا نص قرآني أو رواية؟ لا حضرتك رواية. خلاص، هو أنا أريد أوصل لهذا المنطق. أكو آية توجد، الله سبحانه وتعالى يقسم بمحمد لعمرك، الآية أنا ما أذكرها بالضبط، وهو أول نبي، أول نبي الله يقسم به، أول نبي الله يقسم به لعمرك يا محمد. اي لا، هي آية لعمرك بس أنا ناسيها، يعني مو على بالي، ما عندي موبايل ثاني كان طلعتها لك. أستاذ، هو أنا مش جاوبتك وقلت لك حضرتك، قلت لك الله عز وجل يقسم بما شاء. طيب هو أنا أريد هذا الجواب، يقسم بما شاء. سؤالي لك اللي أنت سألته لو سمحت، بس عشان نسمع بعضنا، أنت سؤالك اللي أنت سألته طالما نعم. أنها ليست بآية فأنا لا أخذ بها، صح؟ ولكني أخذ بالآيات، صح؟ لا، الله سبحانه وتعالى يقسم بمحمد لعمرك، آية موجودة صريحة بنص القرآن. يا أستاذ، الله عز وجل إلا الله عز وجل، أنت من شوية قلت الله عز وجل أقسم بالتين والزيتون. نعم. طيب وأنا قلت لك أن الله عز وجل يقسم بما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن الله عز وجل الذي أقسم بما شاء هو الذي قال لنا لا تقسموا إلا بي، من طيب أنطيني فليحلف بالله. طيب أنطيني رواية شيعية أنه القسم بغير الله سندا ومتنا وحديثا. أنا دلوقتي بص، أنا ماسك الموبايل بتاعي، واخد لي بالك، اتفضل اكتب في كده، لو ما لقيت الأحاديث ديت ارجع قول لي يا وليد أنت كذاب، من كان حالفا فليحلف بالله. تفضل اكتبها في اي مكتبه شيعيه عندك كده. تفضل. يعني طيب اذا انت على كلامك هذا، انا مثلا ساقول وداعتك استاذ وليد، وداعتك انا جاي احلف بك ام حرام؟ حضرتك انا بقول لك دلوقتي ما تقول لي كذا وكذا، الاول ثبت العرش ثم انقش. يعني احنا عايزين نعرف دلوقتي، هل ورد احاديث عن اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أمرونا بألا نحلف إلا بالله؟ الأول نتأكد. إذا طيب. تأكدنا من أحاديث آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أمرونا بألا نحلف إلا بالله، يبقى خلاص المسألة انتهت. يبقى طيب إيه؟ يعني أنت بتصورك أنه اللي يحلف بغير الله الشرك، هذا برأيك؟ ما تقول لي تصورك ومش تصورك. تصوري نعم. ده مبني على إيه؟ أنا تصوري ده مبني على كلام أهل البيت، ألا هم الذين قالوا من كان حالفا فليحلف بالله ومن حلف يعني بغير الله فقد أشرك. يبقى لو الروايات صحيحة، يا أخي استنى بس، استنى، أنا مستنيك على راحتك. لو الروايات دي صحيحة، هل إحنا لينا أن إحنا نحلف بغير الله؟ لو الروايات دي صحيحة. طيب إذا أعطيك أحاديث أو أدلة أنه الأئمة حالفين بغير الله، تصدقني؟ أنا ما بحب الجدال. لا، أنت تقول جيب لي رواية أنه الأئمة. يا أستاذ، إذا ثبت
عن أئمة أهل البيت عندك أنهم قالوا من حلف بغير الله فقد أشرك، ومن كان حالفا فليحلف بالله، هل لي إن أنا أرد كلامهم أو أقول فلان قال وفلان قال، ولا أسمع كلامهم؟ طيب انا اسمع كلامهم مجيتك. جميل قوي. طيب أسمع كلامهم بقى، يبقى لازم أتأكد الأول إن الروايات موجودة صح. ايه اتفضل بقى حضرتك كده، قدامك الكمبيوتر وانت فاضي دلوقتي، مش زي ماسك الموبايل وما قداميش كمبيوتر حتى كمان دلوقتي، اتفضل كده اكتب في المكتبة الشيعية من كان حالفا فليحلف بالله. اتفضل. ماشي. يقول يقول يجوز اليمين بغير الله تعالى من ذوات الأرواح المقدسة والأشياء المحترمة. انا ما سألتك انت بتقرأ لي من الموقع، انا عايز اعرف الحديث، الحديث نفسه. هو جايبك جايك عندنا أحاديث كثيرة ورب انت بتقرأ يا باشا، انت بتقرأ حضرتك شرح مش بتاع اهل البيت، يعني قال علي بن ابي طالب الكلام ده، انا عايز متن الحديث، من كان حالفا فليحلف بالله. اتفضل. انت اعطيتني مجالي غير اكمل لك الكلام حتى بعدين تحكم. اتفضل حضرتك، اصل انت ما قلتش حديث، ده مش حديث، لا ده لا، انت شرح. قلت جيب لي من الشيعة راح اقرا لك. يا استاذ انا عايز الحديث، الحديث الذي يقول عندكم من كان حالفا فليحلف بالله. ايه دقيقة، من كان حالفا. فليحلف بالله. طيب ماشي، أنطيك التتريد دليل والمتن والسند. نعم، يقول عن محمد بن علي عن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار قال: قلت لجعفر الثاني عليه السلام في قول الله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وقوله عز وجل والنجم إذا هوى وما أشبه هذا، فقال: إن الله عز وجل يقسم بخلقه بما يشاء. طيب، وبإسناد عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المناهي نهي عن الحلف بغير الله إلا إذا كان، إلا إذا كان، ركز ويا، إلا إذا كان أشياء مقدسة. وبس دقيقة، انت في ده إلا في إذا الحديث ده، كانت الا أشياء في وإلا الحديث إذا ده، كانت لا أشياء اقرا لنا وأرواح مقدسة. دقيقة، وأرواح مقدسة. أما إذا حلف بغيرهما واحده من فعليه. كيسك، لا لا، واحده أعطيك متن الباقي ده من الحديث. كيسك يا باشا، الباقي ده من كيسك ليش؟ يا باشا، لا لا، أقرب بالحر العاملي. يا باشا أما الكلام إذا ده مش الكلام ده مش حديث، مش روايه. ليش جاي أقرأ لك لا نصا؟ لا حضرتك انت، ده مش روايه، ده ممكن يكون شرح المؤلف، لكن دي مش روايه. عن أبي الحديد الحر العاملي 23 الصفحة 259. الحر يا باشا، احنا عايزين عن علي بن ابي طالب او الحسن او الحسين او فاطمه او علي بن الحسن او الحسن العسكري او الكاظم او الرضا او الباقر او الجواد، ايه تقول لي الحر العاملي؟ طيب، الحر العاملي ما محترف بيه عندكم؟ وبعدين اسم الحر العاملي يا عم، ده عالم علماء من علمائك انت، هو ده من اهل البيت. طيب هسه هذا الموضوع، انت هسه تقتنع ايه، لا بما اقرا لنا الاول، اقرا لنا الحديث الذي قال فيه جعفر الصادق انه هو. سئل على قسم الرب، هو خلص هنا؟ لا لا، هو انا كملت لك، ما خليتني اقرا، قلت لي لا يا خلاص باشا، اوقف. لا احنا عايزين متن الروايه نفسه، اقرا الروايه كلها لاخرها، انت قرات جزء من الروايه وبعد كده انت جاي رايح على الحر العاملي، ما لا، تدللش انت قلت منه لي شنو سند الحديث؟ قلت لك الحر العاملي صفحة كذا صفحة كذا صفحة يا ابني. كذا. هو الحر العاملي سند الحديث يا ابويا،
روح اتعلمه، روح اتعلم. شكرا لك. اقول لك انت انطيني مجال، اقول لك انطيني. اقول لك خلاص الحق ظهر خلاص. اولا يا اخواننا، هو بطل الروايه بتاع جعفر الصادق اللي هي مساله الحلف، فالله عز وجل يقسم بما شاء، اما نحن فلن نقسم الا بالله، ده كلام جعفر الصادق تمام. فهو بطر اخر كلام جعفر الصادق وشبك فيه كلام الحر العاملي. الحر العاملي بيدلس ويقول لك ايه، الا ما ان اقسم بشيء من المقدسات والكلام الهبل اللي قاله. خلاص الحجه اقمناها ولله الحمد والمنه، مش محتاجه. حيا الله المولى مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مصطفى، عامل ايه؟ أنا وش سؤالك اليوم إن شاء الله؟ والله يا انا حطيت سؤال زي قلته يا عم مصطفى، مفيش حد عايز يجاوب. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. شلونك شيخنا؟ الحمد لله. رمضان كريم. الله أكرم. أقول لك شيخ، في أصلا هو درس قول الحر العاملي، هو في وسائل الشيعة يقول الحر العاملي لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه الخاصة، من وين هو جاب هذا الكلام؟ ايوه، ما انا بقول له دلس، هو دلس اساسا، هو دلس. هو انت عرفت انا تدليسه منين؟ لانه حتى لو قرأ، فالمفروض ان القراءه تكون باللغه العربيه الصحيحه زي ما قرأ كلام مين؟ جعفر الصادق في البدايه. ولكن هو جه عند نقطه معينه قام جاي قاطع الكلام جعفر الصادق وابتدى يتكلم من عنده ونسب الكلام للحر العاملي، فقفشت انا. كذب، لأن الحر العاملي بوب باب كامل باسم لا يجوز الحلف إلا بالله، هذا في الجزء 23 صفحة 259. الشيعة يراجعوا وراه. الله المستعان. تفضل تفضل يا يا استاذ، أخنا، تفضل. بطلب جيست من حساب الثاني اسمه وسام. انت سني صح؟ اي صح شيخ. الله يكرمك. ما قلنا يا اخوانا السنه، اصبروا شويه، ربنا يبارك فيكم. لا حول ولا قوة. يا ريت الشيعة اللي بعتوا جستات يحطوا 313 عشان الأخوة معانا في أعضاء مصطفى كبسوا كتير، وابعتوا الشير لكل الناس اللي كانوا عندي، الله يبارك فيكم. تمام، والإخوة السنة يا ريت تسحبوا بس جستات، خلينا نستقبل أكبر عدد من الشيعة. اتفضل يا حسين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام، تفضل. شلونك شيخ وليد؟ والله بخير حين الحمد لله. الله يحفظك ويخليك، رمضان مبارك عليك وعلى جميع المستمعين. الله المبارك، تفضل. شيخ أنا أريد أقول لك شغلة، بس مو تقطع تنزلني. تفضل. أنا سني من العراق، من الموصل، غيرت لا اسمي طبعا، بس على مود أسلم عليك. حياك أشهد الله الله، أنه أنا صار لي أكثر من فترة أنه أحاول أتصل عليك حتى أسلم عليك. الله يعزك يا غالي، ده أسأل شرف. الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك ويعطيك الصحة والعافية وأن اللهم يثبتك. اللهم امين وياك يا غالي، اللهم امين وياك. أشكرك أشكرك تفضل. أستاذ، أشكرك شيخ، مع السلامة. مع السلامة. يا اخواننا ادوا فرصة للشيعة، ربنا يبارك فيكم. والشيعي يكتب 313 ويرفع، ويعني يبعت جيست، انا مش هشوف على التكست. يعني ما فيش واحد مثلا في التكست يكتب لي 313 فاصعده، لا، اللي عايز يصعد يكتب 313 واصعده. اتفضل. اتفضل. مصمصم، اتفضل. مصمصم مش عايز يرد. صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم. تفضل يا اخي كان، تفضل. وعليك السلام. السلام عليكم. وعليك السلام، تفضل. بلا العير ابن العير، انا على ابوك يا ابو عمر، يا ابو عائشه، يا ابو حفصه. عمر ده اللي جوزه علي بن ابي طالب بنته، يعني لما تسب عمر يبقى انت بتسب علي، لان علي جوز عمر بنته.
وبأدلة صحيحة من كتبك على فكرة. شيخ وليد لما تطلع جسم خلي ايدك على المايك بتاعه، لو هيبدأ يسب يكتمه لان الحظ. السلام عليكم. لما تكتمه نبدأ نحظه بحنا ان شاء الله. شلونك شيخنا؟ الحمد لله. يقول عمر بن الخطاب: لا كان الرجل، لا كان الفقر رجل اللي قتلته، صدق لا كذب؟ هذا احسبك اسب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام، تفضل. أعزكم الله، إن شاء الله رمضان كريم. الله الكريم، تفضل. يا الله، أولا أتكلم حول مسألتين. الأولى الحلف بغير الله، أنت تقول بأن الاستعانة بغير الله هو شرك، صحيح؟ الاستعانة بغير الله هو شرك. ما نوع الاستعانة؟ أصلا أنا مثلا في واحد نعم. يستعين بالإسعاف، واحد يستعين بالمطافي، نعم، واحد يستعين بالدكتور. جيد جيد، واحد يستعين. أعطيني كلام جيد 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 جيد. واحدة واحدة بس، انت واحدة واحدة بس، واحدة 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 واحدة. خد نفسك الأول كده. نعم. واحدة واحدة. في الاستعانة أنواع، يعني أنا مثلا دلوقتي بيتي بيتحرق، فيستحيل أقول يا فاطمة يا علي الحسين يا علي انقذني، مش عارف ايه، هقول ايه؟ قالوا يا اسعاف، قالوا يا مطافي الحقوني، بيتي بيولع وعندي اصابات، صح؟ نعم. فما نوع الاستعانه جيد. اللي انت بتقوله الاستعانه دي كلمه فضفاضه، ايه نوع الاستعانه اللي انت بتقوله؟ ايه هو الاستعانه؟ جيد. الله عز سأقول لك. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم في سورة البقرة 153 يبيح الاستعانة بغيره، يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. وهل الصبر هي أعظم من نبي الله عز وجل؟ إذا الله أباح الاستعانة بالصبر، ماذا تقول؟ واحدة، أنت الكلام ده بتاع الغبي اللي اسمه أحمد سلمان، وعشان هو غبي فأحمد سلمان، وكمان واحد اسمه حسون أو الكلام ده. يا الله يهديك. واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني لما تجي لك مصيبة هدانا الله وإياكم. اسمعني بس، لما تجي لك مصيبة اصبر عليها، ده الاستعانة بالصبر. يعني اسمع للآخر لو سمحت، أفصل لك. واستعينوا بالصبر أسمعك والصلاة. أسمعك. واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني لما تجي لك مصيبة اصبر، مش بتستعين بالصبر، يعني معناه ان انت الصبر ده بتشركه مع الله. ولما تيجي تستعين بالصلاة، يعني اذا يعني استعينوا بالصلاة على ايه؟ على النجاة من النار. بمعنى ايه عزيزي؟ بمعنى عزيزي الله، وكلام الله أصلي. كلام الله واضح، استعينوا بالصبر والصلاة. واضح، يعني ان الله يبيح الاستعانة بغيره. ما انت معلش، انا اريد ان لا اتكلم بهذا. واحدة واحدة واحدة. اسمع اسمعني بس، اسمعني اسمعني اسمعني. تفضل. انت حضرتك لما بتصلي بتصلي، نعم نعم، انت لما بتصلي بتصلي لمين؟ اصلي لله الواحد الاحد. يبقى انت حضرتك يعني انت معناها ان انت بتستعين بالصلاة عشان تتقرب الى الله عز وجل، صح؟ صحيح صحيح، اجركم الله. اما الصبر ما اسمعني صحيح بس. صحيح، وبتستعين بالصبر عشان تتقرب به إلى الله، صح؟ نعم صحيح، أجركم الله ونستعين. نعم بس اسمعني يا عم، اسمعني للأخ. هل أنت بتقول مثلا في دعاء نعم. يا صبر افعلي، أو يا صلاة افعلي لي؟ نحن نقول يا علي اشفع لنا عند الله، او مدد يا علي، يعني نطلب نحن علي، هو وسيله بيننا. شلاه بلال، شلاه بلال، خذوه على مستشفى المجانين يا اخوان، خذوه على مستشفى المجانين. واستعينوا بالصبر والصلاه، اي صلي لتصل الى الله، لتتقرب الى الله، صلي لتتقرب الى الله عز وجل، يعني معناه صلي. واستعينوا بالصبر يعني اصبر على الاذى،
اصبر على ما ابتلاك الله عز وجل به، مش معناها ان انت اخذت الصلاة زي الانسان او دعوت الصلاة او دعوت الصبر او قلت يا صبر تشفع لي عند الله عز وجل او قلت يا صلاة تشفع لي عند الله عز وجل، لا ده انت دخلت في الصلاة ومن خلال الصلاة يعني من خلال صلاتك انت تقرب بها الى الله عز وجل. الغباء اللي انتوا فيه ده سمعها من واحد اسمه احمد سلمان وحسون، ولا اسمه ايه احمد حسون، في معمم كده مصطفى اسمه ايه، في معمم مش هو عارف احمد اسمه سلمان. احمد حسون ولا اضحكوا عليهم في احمد سلمان الحسينيات اللي سمعت عنه. ايه، حسناوي ولا حسون، اسمه الحسناوي او حاجه زي كده، منه في واحد اسمه اللهم الحسناوي صل على محمد، هو اسمه حاجه الحسناوي. ممكن، لكن اللي المؤكدة منه هو سلمان. بالمناسبة أحمد سلمان ما رضيش على مناظرتي أنا كمان، أنا عرفت إنه هرب منك في أول مرة. يا عم ولا عيجي اساسا، دول اكبر من كده. حمير إيه قريش رفض رحمه منزل، هم اللي طلبوه. حمير قريش منزل بوست على تويتر فبيقول فيه: أين أنتم يا أبناء عائشة لقبول المناظرة؟ تمام، ولما نتقدم للمناظرة يا وليد يا إسماعيل لو سمحت البس الأزهري. وليد إسماعيل يرد عليه يقول له: حاضر. فيرجع تاني يقول له: معلش أصل أنا اكتشفت إن أنت إرهابي. ماشي، أدي مرة. المرة التانية لو سمحت عايز تناظرني، لو سمحت عايز تناظرني العن قتلة حسن شحاتة. فطلعت له فيديو قلت أعوذ له: بالله. لعن الله من قتل حسن شحاتة إن كان على الحق. صح؟ بالضبط، خلاص وبعد كده قال لي: لا لا لا، أصل ما ينفعش. مش عاجبني. لا 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 المرة الثالثة لو سمحت عايز تناظرني، هات معاك 4 مناظرين. فأنا طلعت ورديت عليه وقلت له: يعني أنا بصراحة يعني مش عارف 4 شهود دول وأنا هتجوزك متعة. المرة الأخيرة بقى: لا أصل أنا، أصل أنت مواطن، أصل أنت مواطن مش شيخ، أنت مواطن مش شيخ. وقام جاي حاطين فيديو بقى كده إن وليد إسماعيل مواطن. أنت تعرف الفيديو ده عبارة عن إيه يا عم مصطفى؟ فاكر لما اكتشفنا المدرسة اللي هم أخدوا أطفال من عندنا الصعيد دي. في أسيوط وعلموهم، ايوه بيعلموهم التشيع وبتاع وبلغنا عليها وكده؟ ايوه 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 فالمهم ايوه المدرس اللي هناك ده. بتاع الاوقاف دخل بتاع الاوقاف فعايز يغير الموضوع، فبعدين بيقول ايه، هي المضيفه اللي هي المذيعه بتقول ايه الشيخ وليد، فهو عايز يغير الموضوع فبيقول لها ايه هو وليد ده شيخ. تمام، فقمت انا رديت ايوه عليه قلت له ايه: انا مش شيخ يا سيدي، انا مواطن عادي بس جاوب على سؤالي. فاخذ المقطع ده هو قال مسك لك في بصه، الكلمة. قال لك: بص وليد اسماعيل مش شيخ، فانا ما بناظرش الا شيوخ. طب ايه هي مقاييس الشيوخ؟ يعني ايه هي مقاييس الشيوخ يعني؟ طب بصوا يا شيعة، انا اقول لكم حاجه كويسه عشان تعرفوا مين الشيخ. انا عندي استعداد ادخل معاه في مكالمه تليفونيه، مكالمه تليفونيه، وهو يقرا ربع قراءه من مصحف، هو يقرا ربع قراءه من مصحف، وانا اغمي عينيا بايديا الاثنين او اقلب الكرسي في وشي للحيطه واقرا له الربع من حفظي، واي ربع هو يختاره في القران كله. ربع، ما قلتلكوش جزء اهو، ربع هو يقراه قراءه صحيحه من المصحف، قراءه صحيحه من المصحف، وانا اضير الكرسي امام الكاميرا ويبقى وشي للحيطه واقرا له نفس الربع من حفظي، والربع اللي هو اختاره. شغل عيال عم مصطفى، شغل عيال والله العظيم، والله العظيم شغل عيال. انتوا تعرفوا يا يعني اخوانا لما مرات بشوف في الحمار ده بتذكر على طول قول ربنا عندما قال: فاستخف قومه فأطاعوه. الكلام ده كان على مين؟ ايوه الكلام ده كان على مين؟ فرعون. على فرعون. فلولا أن قومه خفاف ما استخف عقولهم. صحيح. والله بالمناسبة يا عم مصطفى أنا تذكرت حاجة النهاردة. حمير ده
يعني بقاله شهر ماسك مسألة تحريف القرآن، وهو أقر وقال كده صراحة أنه يعتقد بتحريف القرآن، تمام؟ نعم حميد عنده على اليوتيوب كام؟ حوالي 500 وشوية، 500 وشوية تمام اشتراك، خلاص؟ فأنا تمام والله العظيم قعدت أتأمل كده أقول ياه، الشيعة وصلوا للدرجة ديت؟ وقلت في نفسي كده، تخيل يا وليد يا إسماعيل إن كل دول موافقين على مسألة تحريف القرآن، والمفروض إن ده الثقل الأكبر. أنا بقى قلت إيه؟ لو أمير ده قال أو طعن في علي بن أبي طالب، أو تلفظ بلفظ مش كويس على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أو انتقص من علي بن أبي طالب أو فاطمة، هل هم هيفضلوا على قناته؟ يستحيل. يستحيل. لو هو انتقص من علي بن أبي طالب يستحيل يكون على قناته، يستحيل يبقى على قناته. طب سقطت. ازاي؟ ازاي؟ ازاي انتقص من القرآن وما زالوا موجودين في قناته اللي هو الثقل الأكبر، ولو انتقص من علي يسيبوا قناته؟ يبقى كده هو ده نجحوا فيه. يبقى كده الأجندة اللي هو جاي عشانها نجح فيها، إن أساسا عندهم أهل البيت أعلى من القرآن، وإن هو دخل الشك في القرآن، يعني دخل في قلوب الشباب الشك في القرآن، هو ده المطلوب، هو ده اللي عايزاه بريطانيا اللي هو موجود فيها، هو ده اللي عايزه الغرب، إنك تشكك الشباب في القرآن. طب يعني أنا لسه أفهم، يعني من غير قرآن يعني ما قيمة أهل البيت؟ ما قيمة أهل البيت من غير قرآن؟ إذا كان القرآن محرف يعني، فما قيمة أهل البيت؟ ما قيمة الإسلام أساسا لو يا القرآن شيخ ألم محرف؟ يطعن في الله عز وجل أصلا؟ هو أمير نفسه ألم يطعن في الله نفسه؟ لا يا عم لا. لا. طب بص هقول لك حاجة، أصل ممكن يقول يقول ربكم غير ربنا، أنت تعرف أقول حاجة، مثلا لما يجي يقول لي مثلا نبيكم غير نبينا، ماشي، فهو بيهرب بالجمل ديت، هو بيهرب بالجمل ديت، تمام، فهيقول ربكم غير ربنا مش عارف ايه والكلام ده، لكن القرآن واحد. المفروض انت تعرف يا مصطفى، لو هو قال ايه؟ لو قال ان القرآن بتاع اهل السنة محرف لكن القرآن اللي عندنا غير محرف، هنقوله ماشي، ولكن هنسأله سؤال، هو فين القرآن اللي عندكم؟ هيبقى ليه وجهة نظر مثلا، لكن ده قال ان القرآن محرف، وما زالك ما زال لحد الآن بيسمعوه، ما زال لحد الآن بيسمعوه، لكن لو طعن في علي أو انتقص من علي أو فاطمة أو الحسن أو الحسين وربنا، قناته تبقى تاني يوم صفر، تبقى قناته تاني يوم صفر، يبقى شوف وصلوا لحد فين. ربنا يهديهم، ربنا يهديهم، والله والله ربنا يهديهم. عنده هو فقط موجود للعنترية وللشو، لأن أنا لا أعده من ضمن الباحثين أصلا. هذا يعني هذا لا باحثين يعتبر باحث ولا هون. والله العظيم، ده جزمتي افضل منه، اقسم بالله ده جزمتي لو ليه عقل تفكر اكتر منه. بالضبط، يعني هو يا أصلا عم واخد الموضوع عنترية، وكل اللي اي ضافوه حاجه معظمهم اي أطفال حاجه يعني. يا عم، دول فارغين، فلما على العموم خير ان شاء الله. اتفضل. اللي رشح هذا ناصب يا شيخ، هذا ناصب ينزل يطعن في علي الآن. اللي طلب مناظرة أحمد سلمان مرة أخرى كان وعد اللامي، وأرسل لي عن طريق أخ لينا، ولما وافقت أنا عملت مقطع لوعد اللامي وعملت مقطع لأحمد سلمان وطلبته وكلمته باحترام جدا، في النهاية رفض، يعني ما رد على الأخ وما اعتبرناه. كلهم كذابين، كلهم كذابين، كلهم كذابين، زي يقول لك انا عايز شيخ وفي نفس الوقت يروح يناظر ابو عائشه اللي محدش يعرفه، انا عايز شيخ للمناظره، يعني حمير يقول لك انا عايز شيخ ويروح يناظر ابو عائشه اللي محدش يعرفه، ياسر الخبيث انا عايز شيخ وفي الاخر يروح يناظر ابو عائشه 4 مناظرات ولا 5 مناظرات اللي ما كانش اساسا معروف هو فين اساسا، ولا مين، ولا جاي منين، ولا رايح فين. كله كلام وخلاص، كله كلام بيضحكوا بيه على الناس.
السلام عليكم. وعليك السلام، تفضل يا خادم الحسين. مو شيعي بس حبيت أسلم عليك، وعندي طلب صغير. تفضل يا سيدي. إيه أنا إذا أقول ليش يعاني من بغداد، يعني مو من كربلاء ولا من النجف، سني وموالي. أريد دول يقولون كربلاء مقدسة، شنو ردك لهم؟ يعني انت تعرف كربلاء مقدسة عشان قتل فيها الحسين يعني؟ ازاي بالظبط كده؟ ما أعرف، النصارى يقولون والصليب. كربلاء زي النصارى والصليب، نفس الاعتقاد، نفس الاعتقاد. يعني المفروض ان انا اكره المنطقة اللي اتقتل فيها ابويا او اللي اتقتلت فيها امي، صحيح؟ زي بالظبط صحيح. النصارى كده لما بيقدسوا الصليب اللي اتصلب عليه يسوعهم. فالله المستعان، يعني ما فيش فرق ما بين الاثنين. بقت مقدسة ليه؟ عشان قتل فيها الحسين يعني؟ بقت مقدسة؟ ماكو يعني، حتى أقطع كلامك، حتى المقابر يشترون قياعين هناك يعني قبل ما يدفنون، قبل ما يموتون. الله المستعان. شكرا لك يا غالي. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. شلونك شيخ وليد؟ والله بخير الحين، الحمد لله. والله شيخ وليد، انا عندي بس كم كلمة اقولها وانزل. تفضل حبيبي. احنا شيعة وانتو سنة، وهاي بعيدا عن الطائفة وعن هذا الكلام كليته. يعني هساني كشيعي، مذهبي شيعي، والله العظيم احب السنة وما عندي اي مشكلة وياكم، وخليكم على راسي، انتو اهل السنة. فالأخلاق اللي علمنا إياها المذهب الشيعي مو إنه نسب السنة ونسب عمر ونسب عائشة، هذا غلط. ما المشكلة إن كله بيقول أنا شيعي، والمشكلة إن الغالب دلوقتي بيسب، يعني طب أنا أصدق إزاي؟ لا لا، مو الكل، مستحيل الكل. أهو اتفضل حضرتك، شوف شوف يعني عاملين لهم قناة فضائية وكل القنوات الفضائية بتاع ده. أنتوا ما سمعتوش الخطيب المنبري عندكم مش عارف اسمه إيه كده، كان بيسب عمر من قيمة كام يوم، كام يوم إزاي؟ يا شيخ وليد، كل من أنزل الله عز وجل بهم سلطان، يعني بيسب بألفاظ حتى ما تتقالش في الشوارع. صحيح صحيح، بس كل من هو يعني شلون اقول لك، كل من وذنوبه او اخطائه، طيب ماشي، هو كل دلوقتي من يتحمل. اللي طلع ده وقال لك وفضل يقول لك إن الصحابة عصابة، عملتوا معايا إيه أنتوا؟ لا هذا الشيء غلط، ما مسموح به، ده هذا الشيء غلط. أنا هو ما طلع في أكبر الحسينيات ويقول لك إن الصحابة عصابة، والتاني في أكبر الحسينيات ويسب عمر بن الخطاب، والتاني الرابع معمول له قناة فضائية متكلفة شيء وشايات عشان يشب فيها يسب فيها الصحابة، والرابع هربتوه لبريطانيا عشان يسب الصحابة. قنواتكم كلها يا شيعية، شيخ وليد، شيخ وليد الصحابة بس عادي. أسمحك بكم كلمة. بعض ال يعني بعض الشيعة يسمعون كلام المنابر. ادعي لهم. تفضل يا حسن، خلينا مع السلام المختلفين. عليكم. تفضل يا حسن، وعليك السلام، أنا تفضل. عندي لك سؤال واحد بس. واحد بس، ما يبقاش اتنين يعني. لا لا مالك، بس واحد. واحد بس، شوف، تفضل. أنا شيعي وأحب السنة، يعني إخواني هم السنة وكل شيء، وأنا يعني كل ربعي سنة. بس في عندي سؤال، أنه هو يقول منو اللي قتل السيدة فاطمة عليه السلام؟ أقول لك يا ابني، طالما أنت داخل مؤدب أنا هقول لك. أولا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لم تقتل، فاطمة لم تقتل، لأنها لو قتلت لأخذ علي بن أبي طالب القصاص لها. فهل علي بن أبي طالب أخذ القصاص لها؟ طيب بلاش القصاص، هل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أقام مراسم العزاء على فاطمة؟ برضه لا. طب هل علي بن أبي طالب قال أن فاطمة قتلت؟ برضه لا. طب هل الحسين قال؟ لا. طب هل الحسن قال؟ لا. طب هل علي بن الحسين قال؟ لا. طب هنوصل لآخر واحد اللي موجود كان على الأرض، اللي هو الحسن العسكري، قال إن فاطمة قتلت؟ برضه لا. طب المهدي قال إن فاطمة قتلت؟ برضه لا. طب أنت صح. قتلت منين؟ هو شوف، هو في ناس يعني يقولون قتلت، في ناس لا، بس انا اللي عارفه انه مو قتلت. انا اللي عارفه انه كسر الباب، ما فيش انكسر الباب عليها. منو اللي كسره؟ ما فيش. هقول لك يا ابني، طالما انت انسان طيب كده اسمع مني.
أولا هي رواية واحدة فقط لا غير في كتاب اسمه سليم بن قيس، وأنتم كشيعة قلتوا إن الكتاب ده مكذوب. سليم بن قيس أساسا ما كانش ولا على عهد أبي بكر ولا على عهد عمر ولا على عهد عثمان. عرف منين إن هم كسروا ضلع فاطمة؟ عرف منين؟ باك صح. جميل. طب أقول لك أزيد من كده، تمام؟ ايه الشيعة بيقولوا طب لماذا فاطمة ماتت وهي صغيرة؟ صح؟ صح طب ما أنت نسيت إن كان في شابين عند النبي صلى الله عليه وسلم، ابنين للنبي صلى الله عليه وسلم وماتوا صغار؟ صح؟ صح طب ما كان عنده برضه بنتين وكان مجوزهم لسيدنا تمام. يلا يلا يجي واحد يقول لك ايه، اتكل انتوا على ليه الله. بتقولوا السجود، انتوا ليه بتقولوا السجود سواء للمرأة لزوجها او العبد لسيده ولا الناس للملك، ليه بتقولوا السجود حرام؟ طب ما ربنا امر الملائكة انها تسجد لآدم، وآدم بشر ودول ملائكة، فهي معناه السجود ايه، حلال؟ لا، نقول له لا، نقول له الله عز وجل يفعل ولا يسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، تمام؟ يبقى الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، احنا لينا بالشريعة التي جاءت من قبل الله بحرمة السجود لغير الله. تمام؟ يعني النبي صلى طبعا الله عليه هيدي وسلم طبعا نهى عن السجود لغير الله، فخلاص القصة انتهت هنا. 100%. فما يجيش واحد يقول هاي لي من طب ما الاسلام. عندك في القرآن كذا. لا لا انا معك، هاي من الاسلام، من تاريخ الاسلام نهى النبي عليه افضل الصلاه والسلام نهى عن السجود لغير الله 100%. لا انا معك بهذا الحق، بس انت انا قصدي شو الهدف من انه ابليس اللعين يسجد لادم عليه السلام؟ قصدي شو العبره؟ ما هو كل شيء انعمل لعبره ولهدف لا يوصلنا الا نحن. ممكن يكون شو كسر أنفة إبليس، الله عز وجل علم طيب. أن إبليس مثلا سيكون له أنفة أو كبرياء فأراد كسره، ممكن، لكن الله طب أعلم. ما بتحس انت انه امره بالسجود اول شيء انا وياك متفقين ان الله يعلم الغيب، هيدي شيء 100%، وبيعرف ابليس منافق، صح ولا لا؟ متفقين عليها هيدي؟ متفقين، بس هو كلمة ايه إن هو اتكل يعلم على أنه الله. منافق، لعل الله عز وجل يعلم كبرياء وأنا يعلم طبعا يعلم الله عز وجل. انا طبعا بقول يعلم. لعل، انا بقول على الكلام ده لعل، يعني معناه تفسيري انا، فاهمني؟ اوكي ايه يعني اتفضل كاني اتفضل بقول ايه، لعل تفسيري انا ولعل الحكمه كذا، لكن هل هي دي الحكمه؟ الله اعلم. انا بقول انا لعل الله شفت عز وجل اراد، لعل الله عز وجل شوف اراد كسر انفه ابليس، واخد لي بالك، كسر انفه ابليس او كسر كبرياء ابليس، الله اعلم. انا نحن بنشوف انه مثل واحد مثل مغطى بثيابه بيقولوا، يعني انت شايف الظاهر بس مش شايف الباطن تبع هذا الشخص، صح ولا لا؟ يعني انت شايف ظاهر اللي له عابد طاووس للملائكه كان كتر منه عابد، بس الباطن اللي له نحن مش شايفين. نعم فالله عز وجل امر ابليس بالسجود لادم عليه السلام ليش؟ ليخرج النفاق اللي موجود داخل ابليس، يعني طلع هو اعترض على حكم الله عز وجل، يعني تجرأ واعترض على حكم الله عز وجل، فبين النفاق اللي بقلبه. طب نحن من اول هلا هون بدك تركز معي شوي شيخ وتجاوبني على هيدي حتى اني انزل وانت تكفي حكي براحتك. نحن من اول النبي عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم صل على محمد وال بيت محمد، وقت امر بالغدير انه اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ليخرج النفاق من صدور بعض المرتدين. نحن هيك بنشوف انه انا لما اجى النبي على افضل الصلاه والسلام قال لهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم انصر من نصره واخذل من خذله وادر معه الحق كيفما دار، علي مني بمنزله هارون من، يعني قديش يعني، طب بمعركه مثلا معركه اليهود، بس قال لهم اني لاعطي الرايه لشخص يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهي عندنا وعندك يا شيخ بكتبنا وكتبك، يعني هذه مش مختلفين عليها.
لما أمر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه الخليفة تكون بعده لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، صح ولا لا؟ أمر هيك هو ليخرج النفاق في صدور بعض الأشخاص، بعض الأشخاص. أنا ما بجمل، أنا حخلص وأنت جاوبني على راسك. يا أستاذ أنا سبتك تخلص إجابتك وغلي بالك فاسمع. أنا حخلص وبدي أسمعك، ماني حخلص هلا وبدي أسمعك. ما هي الفكرة يعني كلها واحدة، إن أنت بتقول يعني قصدي وصلتك الفكرة اللي عم حاول أقول لك إياها. اسمعني، أنت تقول أن الله عز وجل ابتلى هذه الأمة بولاية علي بن أبي طالب كما ابتلى الله عز وجل إبليس بالسجود لآدم، ماشي؟ مش دي فكرتك؟ أنا بقول لك أنا تقريبا هيك، يعني أنت ما وصلتك الفكرة كاملة، بس شيء منا إيه مثل ما عم تحكي أنت. طيب جميل، اسمعني بقى الله يبارك عمرك. اولا انت طب. خطأت نفسك بنفسك، قول لي شلون. كيف اقول لك شلون؟ اولا الله عز وجل عندما امر الملائكة ان تسجد لابليس سجد الملائكة الا ابليس، طبعا صح. انه ملك، خليك معايا بقى من الاخر، خليك معايا من الاخر، ما تقوليش تفسيرك، انا بس خليك اقول لك اه تقول لي لا خلاص تمام. يبقى الله عز وجل أمر الملائكة، كل الملائكة أن تسجد لآدم فسجدوا إلا إبليس، يعني لو في 1000 ملك فالألف ملك سجدوا إلا إبليس، متفق معايا؟ يخرج المنافق بهم لا يعني. لا ولا قوة إلا بالله. طب. اسمعني بس الله يبارك في عمرك. تفضل وبعمرك إن شاء الله يا رب. الآن أنت قلت واعترفت الآن إن كل الملائكة سجدوا إلا إبليس، يعني لو إن الملائكة 1000 يبقى 99 سجدوا إلا إبليس، دي النقطة الأولى اتفقنا عليه خلاص. لا 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 لا، نحن عم ناخذ الدرس من الموضوع مش العدد، يا هو الدرس من يعني الموضوع. أنت أخذت الدرس وأنا أخذت فضل. الدرس وأنا داخل لك في الدرس كمان. تفضل. يبقى أنا عم بسمع. من الطبيعي إذا جاءت فتنة سقط فيها البعض ولم يسقط فيها البعض الآخر، طبعا 100% هذا الحق. الحمد لله رب العالمين. الله عز وجل 100% عزيز يقول فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فجنود طالوت لم يشربوا منه جميعا، البعض منهم اغترف غرفة، يبقى إذن البعض من الكل أيضا، البعض من الكل. حلو أوي. طب أنت عايز توصل لفين يا وليد؟ أوصل لك لنقطة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم كما أنتم تقولون في غدير خم كان فيه 120,000 صحابي، حلو، يعني 120,000 صحابي كما أنتم تدعون علموا وفهموا أن هذه الكلمات هي تنصيب لعلي بن أبي طالب. جميل. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، كده دخلنا في مزمار الفتنة، دخلنا هو خلاص. من من 120,000 صحابي قال أنني فهمت أن غدير خم ولاية لعلي بن أبي طالب، من ضمنهم علي بن أبي طالب؟ لك يا شيخ يا عيني يا حبيبي، هو بس قال حديث الغدير على ملء ومسمع الجماع، ما هو كان الكل موجود والكل بيعرف. يا باشا ما هون صارت الفتنة بعد وفاة النبي مباشرة بحديث الصقيفي، يعني النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام متوفي يا باشا وعالم عم تتآمر على الخلافة بحديث الصقيفي. أنا بس أنا مشكلتي كلها فضل. يا أستاذ محمد أنا فضل. إشكاليتي كلها فضل. أنا إشكاليتي كلها في مخي أنا عايز أقتنع، أنا عايز أقتنع وحضرتك تقنعني أن الصحابة فضل. فهموا أنها ولاية لعلي، ثم 120,000 صحابي اجتمعوا على إنكار ولاية علي، منهم علي بن أبي طالب، لا ومنهم اسمعني بس لا هلا هون نحن هلا نحن هون عم نحرك، ومنهم سلمان ومنهم المقداد ومنهم أبي ذر، عايز واحد بس قال أن غدير خم ولاية لعلي بن أبي طالب. هلا هذه الحديث كله مش واضح إنه اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه،
يا استاذ يا استاذ، أوضح من حضرتك هذه انت، الشبهة معلش تماما. حضرتك انت اتفضل. افهم، معلش انت افهم من بلال. سيبك من ال 120 الف صحابي المنافقين دول اللي ارتدوا بعد النبي، هل انت افهم من بلال؟ هل انت افهم من سلمان؟ هل انت افهم من المقداد؟ هل انت افهم من ابي ذر؟ هل انت افهم من شايف فاطر؟ شايف هل شايف انت افهم يا من علي شايف بن ابي سؤال. طالب؟ يا اخي انا طب ذكرت لك سؤال سته برضه. سته ونضيف أنا عليهم معك أنا بس معك يبقى أنا سبعه. معك أنا معك ماني معك ماني مش معك بالحديث. خليني بس أقول لك مين قال لك إنه الكل كانوا موافقين عن الولاية ما تكون الخلافة تكون لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه سلام الله؟ يعني انا عايز مين اقول، انا سالتك سؤال محدد، هل في هؤلاء ال 120 او هؤلاء السبعه اللي هم صار المنتجبين في منهم فتنة علي بن ابي طالب ومنهم فاطمه فهموا ان غدير خم ولايه؟ إيه انا ده طبعا سؤال فهموا انه تعبني ولي نفسيا، انا ده سؤال تعبني نفسيا محتاج له اجابه. طبعا انه فهموا انه ولي وطبعا فين انه دليلك؟ اغتصبت الولاية بعد وفاة رسول الله صلى دليلك يا الله عليه استاذ، وآله وسلم اغتصبت الولاية طبعا. دليلك يا استاذ، لا دليلك انت ما تدخلنيش في قصه دليلي الاغتصاب انه دي. انا نبي 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 اللهم صل على محمد وآل محمد تمام نبي تمام صحيح. بده يقول تمام لي انا اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، فخلص ما هيدي شيء ما هو لا الا ما هو طب انا وحي هسالك يوحى سؤال من تاني، عند انت الله. حضرتك دلوقتي، يا حضرتك انت شيخ ما عندكش يا اجابه على شيخ السؤال الاول ان يا شيخ يا 120 شيخ الف صحابي، اسمعني بس، 120 يا الف يا شيخ صحابي ليش عم نلف لا وندور؟ ماني حول عم بقول لك ولا قوه شغله الا انه بالله. النبي عليه افضل الصلاه يا والسلام باشا الا انت هو ما الا وحي بدأتش يوحى من عند بدأت الله؟ انت، اذ كان الصحابه ما فهموه اساسا، ما فيش واحد منهم يا جماعه، واحد منهم قال ان غدير خم هي ولي علي بن ابي طالب، ما فيش واحد منهم قال، ولا حتى الصحابه هي المنتجبين. هاي اصلا تنصيب الولايه، اللهم من كنت مولاه يا عمي فهذا علي مولاه. ماشي هنروح للحديث، طب خلاص حضرتك نروح يا شيخ للحديث، سؤال، اسمعني بس، نروح نبي للحديث، الله انا عليه مش عايز افضل تروح الصلاه للحديث. والسلام الا هو وحي يوحى من عند يا الله؟ باشا يا باشا النبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى، بس انت حضرتك انت اللي طب اولت الحديث غلط، انت اللي فهمت الحديث غلط. كيف فهمته؟ فهمني يا انا صاح، من فاهمونك كنت حضرتك، مولاه فهذا علي مولاه، فهمني يا حضرتك صاح. هفهمونك ما فيش مشكله، اصبر بس تفضل وانا فاهمونك. الان انت تفضل. تقول ان هذا الحديث ولايه، جميل قوي معاك يا سيدي، ولكن انا راجل بتاع لغه عربيه، راجل بتاع لغه عربيه خلاص. تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الست اولى بكم من انفسكم، قالوا بلى يا رسول الله، صح؟ صح تفضل. قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم استبدل كلمة أولى بكلمة مولى؟ ما هي شو معنى كلمة مولاه؟ يا باشا المولى من المحبة ومن النصرة ومن مولى الاتجاه. يا شيخنا يعني أنت موالي لهذا الشخص يا باشا يا باشا صح؟ يا باشا يا لا، باشا المولى لست، لا المولى لست موالي. لا، ما انت موالي من كنت لا مولاه يعني لا انت بص، موالي الي تأتي بالمحبة فهذا علي اسمعني مولاه. بس يا باشا، ألست أولى بكم تفضل. من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. طب النبي استعمل كلمة مولى ليه؟ لحديث بريدة أساسا، عندما ما انت حضرتك القصة بقى، عشان لو احنا عايزين نتكلم بإنصاف، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن ومعه بعض الصحابة، ومعه بعض الصحابة، يعني ما راحش مع النبي صلى الله عليه وسلم الحج مباشرة. تمام؟ وصلت لك المعلومة دي ولا لسه؟ وصلت لك قبل عم كده؟ بسمع، طيب ما جميل. حقطعك، انا عم بسمع. النبي صلى الله عليه وسلم ابتعث علي بن أبي طالب ليأتي بأموال الفيء من اليمن ومعه بعض الصحابة. فالصحابة وجدوا من علي بن أبي طالب جفوة. وفي رواية أن علي بن أبي طالب استأثر بجارية من السبايا اللي هو جابهم خلاص. فعندما ذهبوا إلى الحج التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فلم يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله علي بن أبي طالب، فانتظروا حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم في ماء يدعى خم، يعني معناه استراحة، يعني معناه كده كده هم راجعين بيقفوا فيها عشان يشربوا الجمال ويشربوا الخيل، يعني كده كده النبي ما وقفهمش مخصوص. تمام؟ فعندما وقفوا في غدير خم فجاء الصحابة، ف
فشكوا علي بن ابي طالب رضي الله عنه ارضاه للنبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله انه له لاكثر من ذلك، انه لاكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الست اولى بكم من انفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من ولا وعادي من عادى. ده الحديث. يبقى هو اساسا النبي انصر من نصر واخذل من خذل. وادب، ما خلينا نكفي الحديث يا شيخ. لا يا حبيبي، وانصر من نصر واخذل من خذل. الزياده دي ضعيفه، الزياده دي ضعيفه. هلا هون لا مش هنتفق.